أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نستأنف ليكتشر 4 بعد انقطاع البث أو ضعفه، وإحنا هنكمل ببارت 2 اللي هو الموتور إيرياس والأبر واللور موتور نيروليجن. فكان عندنا بس في الأول جزء صغير نحب ان نستكمله اللي هو النوتس اللي كانت خاصة بال بوش ريفلكسز. كان الجزء الاول بيختص بالبوش ريفلكسز وكان فاضل فيه 6 نوتس. كنا قلنا 3 منهم نقولهم تاني في عجالة يا اولاد. ان الاكوليبريم سنتر، قلنا ان الاذن اللاسمعيه والاذن السمعيه، والطالب ذكي الاكوليبريم ده وظيفه الاذن اللاسمعيه. طب الاذن السمعيه اللي هي الاوديتوري لابيرنث دي موجوده فين السنتر بتاعها؟ موجوده في السوبيرور تمبرال جايروس. فعشان كده الاكوليبريم سنتر بتاع الاذن اللاسمعيه موجود بجوار الهيرينج سنترز برضه في السوبيرور تمبرال جايروس. ده كان المعلومه الاولى. تاني معلومة يا أولاد كانت الريسبتورز اللي هي بتحافظ على البوشر، وقلناهم بطريقة سهلة العين والأذن الآي ونقصد بيها الكونز أند رودز، والأذن ونقصد بيها النون أوديتوري لابيرنس اللي هو الفيستيبولار أبريتس، واتنين تانيين النك بروب ريسبتورز والبادي بروب ريسبتورز. يبقى عندنا 4 ريسبتورز بيحافظوا على البوشر، نحفظهم 2 مع بعض، الاي والاير. الاي نقصد بيها الكونز والرودز، والاير نقصد بيها الفيستيبولار ابريتس. وبعدين نحفظ مع بعض الاثنين التانيين النك بروب ريسبتورز والبادي بروب ريسبتورز. وقلنا ان النك بروب ريسبتورز والاذن اللي هي الفيستيبيول فيستيبولار ابريتس بوث اكت او فانكشن ان ان اوبوزيت واي. وادينا مثالين على ذلك مش هنقولهم تاني، تقدر تراجعهم في بارت 1. ثم جينا للمعلومة الرابعة اللي هي توقفنا عندها، ان اذا الفيستيبيول از دامج الفيستيبولار ابريتس، ففي هذه الحالة الاكوليبريم از مينتيند باي ذا اي. دي رابع معلومة وقلنا تصلح سؤال ام اس كيو. طيب خامس معلومة، دايفنج ان ديب ووتر، لما تنزل في الديب ووتر especially during night. طيب تخيل معايا لو انا عملت دايفنج في ديب ووتر during night، يبقى انا انت عارف اشعه، يبقى مفيش ضوء اساسا، يبقى العين اتلغت مش شايف حاجه، دي واحده. البادي بروبريسبتورز والنيك بروبريسبتورز ضغط من كل الاوجه متساوي، واحنا قلنا ان احنا بنعرف من الان ايكوال ستيمولاي، يبقى دول ضاعوا. يبقى الحاجة الوحيدة اللي بتساعد الغطاسين في الدايفنج في الديب ووتر هو الفيستيبولار ابريتس. فعشان كده لازم اللي هيعمل غطس يا اولاد اهم حاجة عنده تبقى الفيستيبولار ابريتس اللي هو النان اوديتوري لابيرنس. لو الفيستيبولار ابريتس او النان اوديتوري لابيرنس فيها اي خلل لا يصح الشخص انه يغطس. دي كانت المعلومة الخامسة. المعلومة السادسة في الام اس كيو، ان انا وانا واقف بعتمد على شيئين، على البادي بروبريسبتورز اللي هو خصوصا في الليجز، وعلى الاي عشان احافظ على السنتر اوف جرافيتي في النص بالظبط. اذا لو شخص عنده سيفلس، طب سيفلس اني نوع؟ تيبس دورسالس، بوظ ال دورسال روت سنترال تو ذا جانجليون، يبقى فقد الاحساسات من رجليه تماما، مفيش بروبريسبشن من رجليه، يبقى معتمد على انه يقف في الوضع الصحيح على الفيجن، انه يظبط نفسه بحيث السنتر اوف جرافيتي في النص. لو هذا الشخص بقى قلنا له اللي هو عنده تيبس دورسالس اللي هو فاقد البروبريسبتيف سنسيشن من بوث ليجز، اللي هو معتمد على الايز، قلنا له ايه في العينيك، يبقى لا حاسس رجليه ولا شايف حاجه، يحس انه طاير في الهواء، يروح واقع على طول، وسمينا ده positive Romberg's sign.
وراجع المحاضرة بتاعتنا آخر محاضرة في الـ disturbance of sensation. دول كانوا أولاد الست أشياء اللي يجب تبقى عارفهم كأمسكيو بس. نقولهم تاني، يبقى الإكوليبريم سنتر أو المعلومة موجود في نفس منطقة الأوديتوري موجودة مع النان أوديتوري. النان أوديتوري اللي هي بتاعت الإكوليبريم مع الأوديتوري بتاعت السمع، هما الاثنين في السوبيرور تمبرال دايرس. دي أول معلومة. المعلومة التانية، مين الريسبتور اللي بنعرف بيها ونحافظ بيها على البوشر؟ قلنا حفظناهم أربعة، اثنين واثنين، الآي نقصد رودز وكونز، والأذن نقصد نان أوديتوري لابيرنث اللي هي الفيستيبولار أبريتس، وبعدين النيك بروبريسبتورز والبادي بروبريسبتورز. طيب المعلومة التالتة، قلنا إن الفيستيبول والنيك بروبريسبتور بيشتغلوا إن الأوبوزيت واي، ودي بتساعدنا بطريقة جميلة قوي. إن أنا لو أنا أي بنت هيد بس كده، طب يبقى هنا دي بتدي إمبلس ودي ما بتديش، يبقى دي يبقى الفيستيبول ستيميليتد، وفي نفس الوقت دي ستريتش ودي لا، يبقى دي ستيميليتد، فبيلغوا بعض، فده يديني الإحساس إن أنا الهيد إز بنت لكن البادي معدول، البادي زي الفل. لكن لو أنا ميلت بكل البادي كده يبقى ده شغال لوحده، لكن النيك هنا مش شغالة لأنها ما فيش ناحية أكتر من ناحية، في الحالة دي أعرف إن في مال إكوليبريم. المعلومة الرابعة يا ولاد، قلنا إنه لما يبوظ الفيستيبيول بعتمد على الآي. المعلومة الخامسة، إنه في الدايفينج في الديب ووتر كل حاجة اتلغت، بعرف قاع المحيط من سطح المحيط عشان أطلع إزاي، يعني دي نقطة مهمة جدا، وإلا الغطاس يعوم ناحية القاع ظنا منه راح للسطح، ما هو مش شايف، ما فيش ضوء خالص، وحتى لو في الشمس الصبح وفي ديب ووتر أشعة الشمس ما بتقدرش تدخل لمسافات طويلة. الحاجة الوحيدة اللي بتديله الإحساس دائما أبدا إن هنا القاع وهنا سطح المحيط، إن الحصوات بتاعت الأوتلس تملي مشدودة على تحت بالجرافيتي، فمداني إحساس إن تحت فيه القاع وفوق فيه سطح البحر. إذا لو أنا وداني بايظة ما يصلحش إن أنا أغطس، لأنه في الحالة دي مش هعرف لما أخلص الغطسة بتاعتي أنا هتجي في أنهي اتجاه عشان أروح للسطح، لأن الحاجة الوحيدة اللي بتديني الإحساس بقى في الحالة دي البادي مضغوط عليه من كل ناحية، ما عنديش أي إحساس، رجلية مضغوط عليها من فوق وراسي من فوق، كل حاجة ضايعة ما عدا الفيستيبيول، لازم أسليم إنه الأوتلس الحصوات بتاعت الكالسيوم كربونيت تملي مشدودة بجرافيتي لتحت، مداني إحساس دائم بإن القاع لتحت، فلما عوز أطلع لازم أعوم في هذا الاتجاه. الفيستيبيول بايظ ما تعومش. طب وأنا واقف معتمد في الاحتفاظ بمركز الثقل في النص على شيئين، البروبريسبتور بتاع الرجلية وعلى الفيجن. إذا لو أنا بايظ الدورسال روتس بتاعتي بفعل السفل ستيبس دورسالس، يبقى البروبريسبتور ما بتبعتش الإمبلس، يبقى أنا معتمد في ضبط نفسي على الفيجن على الآي. لو جيت العين عنده تيبس دورسال السفلس وتقفل عينيك، يبقى الآي ملغية وهو ما عندوش بروبريسبشن، لغيها له المرض، يروح واقع على طول. بوزيتيف رومبرج ساين. في معلومة أخيرة برضو أحب أقولها لكم، سؤال شافه مهم جدا، يقول لك وضع الهيد، وقلناها قبل كده مع النان أوديتوري لابيرنس، هعيدها تاني، وضع الهيد بالنسبة للبادي، يعني الهيد معدولة على البادي ولا مش معدولة، مين اللي بيدهاني؟ النيك بروبريسبتورز، لأنه لو أنا النيك معوجة على البادي بيبقى ده ستريتش وده مش ستريتش. إيفن لو الهول بادي معوج خلاص، بس الهيب معوجة معاه، يبقى مفيش ستيميليشن هنا، يبقى الهيب معدولة على البادي. يبقى اللي بيديني وضع الهيب بالنسبة للبادي هو النيك بروبريسبتورز، النيك بروبريسبتور. اللي بيديني وضع الهيب في الفضاء عامة، هل الهيب معدولة ولا الهيب مايلة كده أو مايلة كده، الأوتلس. يبقى تاني أحب أبقى واضح جدا وفي نقاط بسيطة، هيد إن سبيس أوتلس، الهيد حتى لو هو البادي معدول، البادي معدول اهو، بس الهيب معوج على السبيس، صح؟ ده بيدهاني مين؟ الاطرس. يبقى الاطرس بيديني الهيد ان سبيس. طيب الهيب معدول في السبيس بس معوج على البادي، اهو في السبيس معدول بس معوج على البادي، مين يدهاني؟ النيك بروبريسبتورز. يبقى الهيد ان ريليشن تو سبيس اطرس، الهيد ان ريليشن تو سبيس اطرس، الهيد ان ريليشن تو بادي، تو بادي تو بادي، افتكر النك بروبري سيبتورز. ده كان بارت 1 في المحاضره الاولى،
ونتوقع لو مبتدئ بارت 2، بس دي الحتة اللي كانت ضياعها البث. انا طبعا ما رضيتش اقول لكم ان احنا هنستأنف البث اللي ما كنتش ضامن هيشتغل ولا لا، فما حبيتش ضاعتكم، والا كنت اعلنت عن ان هنستأنف بارت 2. المهم هتبقى على اليوتيوب وهتقدروا تتابعوها كويس. طيب توقع الله نبتدئ الموتور كورتكس. تدي الموتور ارياز، احنا عندنا الارياز في الكورتكس اللي متعلقه بالحركه اللي هي الموتور ارياز اوف سيربرال كورتكس. بس نظبط ال، انا زي ما بقول شغال يعني مخرج ومصور وكل شيء. طيب موتور ارياز اوف سيربرال كورتكس، احنا الموتور ارياز عندنا أربعة أولاد. إنما في ملحوظة لطيفة حب تاخد بالك منها، إن سبحان الله وحدانية التصميم تؤكد وحدانية الخالق. هنا بأؤكدها بطريقتين. واحد، إن أنت لما تنزل تحت في السباينال كورد، السباينال كورد حاجة والبرين حاجة، تلاقي الموتور سيلز موجودة قدام في الانتيرو، انتيرو هورن سيلز، بينما السنسي ورا. نفس الكلام هتلاقيه في البرين، ملحوظه تستدعي الانتباه، ان ده سنترال سالكس، اهم اخدود بيقسم البرين الى قسمين. فهتلاقي السنسي ورا بوستيريوري والموتور قدام، يبقى نفس الديزاين بتاع السبان كور. ده حاجه تاني الطف يا اولاد، انه الجري ماتر في السباينال كورد كان بينقسم ل 6 layers، برضو الجري ماتر بتاع البرين بينقسم ل 6 layers. قيمة دي مش ان حد يسألها لك، انما الاهم هي في الجملة اللي قلتها، وحدانية الديزاين تؤكد وحدانية الخالق. لو الطبيعة هي اللي بتعمل ما تقعدش توحد الديزاين. طيب طاقل هيسألك في الشاف ويقول لك من هم الموتور ارياز اوف سيربرال كورتكس. اهم اريا اللي هي الاريا دي اسمها برايمري موتور اريا او موتور اريا 4. خلاص، برايمري موتور اريا او موتور اريا 4 حسب تقسيم الراجل اللي هو الجويش بروبمان لما قسم البرين لارياز ادها ارقام. فدي اسمها برايمري موتور اريا، دي اللي بتاكسكيوت بتنفذ الحركات اساسا، وهي تعادل موتور اريا نمبر 4. قدامها هيبقى يسموها بري موتور اريا او اريا 6، بري موتور اريا او اريا 6. طيب قدام اريا 4 وفوق اريا 6 في السبلمنتال موتور اريا، سبلمنتال ادي الاس موتور اريا. يبقى دول الثلاثة ارياز الأساسيين بتوع الموتور يا أولاد. بعد كده حاجة غريبة جدا للأوائل، إن ضمن الموتور ارياز السوماتيك سنسوري اريا 1 و 2، خد بالك سنسوري ارياز 1 و 2 بيعتبروهم ضمن الموتور ارياز والسيبا كورتكس. طيب طالب هنا هيسألني سؤال جميل، لماذا اعتبرت اهم تو سنسوري ارياز، سنسوري اريا 1 و 2 ضمن الموتور ارياز؟ لاننا لا يمكن ان نقوم بالحركات بصوره سليمه دون ان نحس الحركه. دي اول مره تفكر فيها حضرتك معايا، نحن نحس الحركات. في الناس المتمرسون اللي بيضربوا على البيانو او بيضربوا على الكيبورد زي اللي قصادي ده كده كيبورد، تمام، ممكن ما يبقاش باصص لكن بيحس صباعه رايح على انهي يعني كي في البورد، ويعرف ان صباعه جه غلط من غير ما يبص ان هو كتب خطا او بيضرب على البيانو غلط، لاننا نحس الحركه. هقولها بمثال اسهل من البيانو او من الكيبورد بتاع الكمبيوتر. حضرتك يعني ساعات بتعمل حركات كثيرة بالإحساس، يعني انت عاوز تطفي النور، switch off light، خلاص
انت عارف ايدك حتى انت بمض عينيك، يعني ممكن تغمض عينيك وبالحس الحركة تجيب ايدك تقريبا على مكان المفتاح السويتش. ممكن انا قاعد كده ورايا هنا جنبي حاجة على ترابيزة عارف بالتقريب يا فين كوباية اروح اجيبها من غير ما بص. نحن نحس الحركة، ولا يمكن ان تؤدى الحركات بصورة سليمة دون ان نحس الحركة. لذلك وذلك فقط اعتبرت سوماتيك سنسوري اريا 1 وسوماتيك سنسوري اريا 2 للاوائل ضمن الموتور ارياز. يبقى لما يسالني في الشفوي او يقول لي اتكلم في النظري عن الموتور ارياز اربعه، برايمري موتور اريا اللي هي اريا 4 دي الاساسيه، قدامها دي موجوده فين هنعرف بعد شويه، موجوده بالظبط اذا عاوز تعرف في البري سنترال جايروس، ما انت الاخدود يسموه سالكس، المساحه اللي قصاده يسموها جايروس، فموجوده هنا. ستيل قدامها قدام اريا 4 في البري موتور، يعني قبل الموتور بري موتور اريا او اريا 6. قدام اريا 4 وفوق 6 في حاجه اسمها سبلمنتال موتور اريا، يعني نمره 3 للاوائل نمره 4 بقى السوماتيك سنسو اريا نمبر 1 و 2 اعتبرا ضمن الموتور ارياز، لأننا لا يمكن أن نقوم بحركات سليمة دون أن نحس الحركة، فاعتبرت السنسو إيرياز ضمن الموتور إيرياز. هنا بقى أولاد في اتنين ممكن يقولنا في النظر. أول واحدة اللي هي طبعا البرايمري موتور إيريا أو موتور إيريا 4 أهي، أنا رسمها لك كبيرة شوية بالشكل ده. هنتكلم عليها في النقاط الآتية. النقطة الأولى سايت موجودة فين؟ أنت شايف وفي الرسمة اللي فوقيها موجودة في البري سنترال جايروس. بري سنترال جايروس. النقطة الثانية حب النظام قوي. It's highly excitable مقارنة بمين؟ بإريا 6. ليه؟ لأن فيها خلايا يا أولاد اسمها بات سيلز، والخلايا دي highly excitable لان فيها البيت سيلز. والحقيقه اللي اكتشف البيت سيلز ده راجل اسمه فلاديمير بيتس، عارف بوتين فلاديمير بوتين بتاع روسيا اهو، ده اسمه بيتس فلاديمير وكان يوكرينيان، وتم هذا الاكتشاف في 1974 سنه 1874 اكتشف البيت سيلز وسماها على اسمه، هو اسمه فلاديمير بيتس فسماها بيت سيلز. ودي موجودة، مش قلنا ان البرين عبارة عن 6 لير، دي موجودة في الفيفث لير. يبقى ده سؤال ام اس كيو، ليه اريا 4 هايلي اكسايتابل واريا 6 مش اكسايتابل؟ عشان دي فيها فيري اكسايتابل سيلز اللي هي البيت سيلز، اريا 6 ما فيهاش البيت سيلز، حتى قلنا انها موجودة في لير 5 واكتشفها فلاديمير بيتس. المعلومة الثالثة ريبريزنتيشن مشابه ان واي للسنسوري ريبريزنتيشن. فاكر يا اولاد في السنسيشن كنا قلنا اليمين بيحرك الشمال والشمال يحرك اليمين، كروس ريبريزنتيشن، خلاص وشرحتها. ارجع لمحاضرتي في السنسيشن، عندي نظريه خاصه بالعبد الله ليه ربنا خلى الاحساسات تكروس، مع ان ده هيكلفنا ان الفايبرز تبقى اطول كده اقصر من كده. فليه واحنا عندنا مشكله في حجم الجسم، يعني عندنا حجم قليل عايزين نحط فيه كل حاجه؟ ارجع لمحاضراتنا ليه كروست. نمره 2 من روائع الخلق انها انفيرتد، يعني انت مرسوم بصوره معكوسه ابسايد داون اهو، يعني الراس تحت ورجلين فوق، ودي برضو شرحتها لك انا اقولها تاني في عجاله. ده دي تدل على انها وراء الخلق خالق في تامل خاص بالعبد الله. يعني انت رجلين فوق اهي والراس تحت. تعالى كده نبص مع بعض يا ولاد، هنا رجلين وهنا الراس. انا وانا ماشي في الشارع لو وقع عليا حاجه، ايه اكتر حته عرضه انها تصاب؟ هي الحته دي، ان الحاجه هتقع كده، انما مش هتقع كده ابدا، كده كده لا. فربنا الحاجه الاهم وهي الفيس حطها في المنطقه الاكثر امانا اللي هو تحت، بينما رجلين الاقل اهميه حطها في الاقل امانا وهي فوق، عشان كده انفيرتد. يبقى
بكلم الملحدين، هل ده طبيعة ولا قوة عاقلة نسميها الله؟ وبقول ده أنا كل محاضرة عندي عشرات الإثباتات العلمية وليست الإيمانية بأنه وراء الخلق قوة عاقلة نسميها الله، إنه انفيرتد يا أولاد. طيب خد اللي بعديه، إنها يوني لاترال، يعني اليمين بيحرك شمال والشمال يحرك اليمين، ما عدا مين؟ ما عدا الـ upper part of the face. خلاص الـ upper part of the face بياخد من both hemisphere، يعني بيغزيل اتنين الـ upper part of the face. الحتة دي مفيش اليمين ياخد شمال والشمال ياخد يمين، لا دي بتاخد من ناحيتين ودي بتاخد من ناحيتين. فكر احنا لغة العيون حتى نسميها معظم الاكسبريشنز، الواحد بيبص في عينين شخص يعرف هل هو يعني عاوز يتقرب ليك، هل هو غضبان منك، هل هو متضايق، هل هو سعيد. الابر بارت اوف ذا فيس ده مهم جدا. فعش كده في حالات الهيميبليجيا هتلاقي كل نص الجسم اتشال، ما عدا مين اللي ما يتشالش، لانه بياخد من ناحيتين الابر بارت اوف ذا فيس نمره واحد، عشان كل الاكسبريشنز في الابر بارت اوف ذا فيس. وتقول لغه العيون، اديك انت بتراقبني عشان كده خليتك تشوف الصوره. وحاجه تانية بيلاتر ريبريزنتد، فكر فيها، لو تشلت هموت. الريسبيراتوري ماسلز، الماسلز بتاعت الريسبريشن، يبقى كل ناحيه، الناحيه اليمين واخده من الشمال والشمال واخده من اليمين، ما عدا حتتين الابر بارت اوف ذا فيس والريسبيراتوري ماسلز. قوه عاقله وراء الخلق نسميها الله. طيب يبقى دي الجمله الثانيه اللي هو الريبريزنتيشن يا اولاد. لسه فاضل في الريبريزنتيشن نقطه رابعه، ان الريبريزنتيشن ديبندز على الكومبلكسيتي اوف سكيلد موفمنت. سكيلد يعني حركات ماهره. ايه اكتر حاجه يعني عاوزه حركات تبقى فيري فاين؟ طبعا طبعا نمره واحد السبيتش ماسلز. حتى ساعات الواحد يقول لك كده، يقول لك انت بق يعني كلام، بس كلام عاوز حركات دقيقة جدا. والهاند ماسلز عشان كده واخدة مساحات كبيرة جدا في الاريا دي. يبقى ريبريزنتيشن بيعتمد على ايه؟ التمثيل بيعتمد على ايه؟ بروبورشنال، متناسب مع تعقيد الحركات الماهرة، فهي اكبر ممكن في السبيتش والهاند اريا. تبقى واخد بالك. النقطة الخامسة والاخيرة الفانكشن، السوماتيك، اسف، موتور اريا 4، ايه وظيفتها؟ ايه مكتوبه تحت نقراها مع بعض. فايند سكيلد ديسكريت موفمنتس. خلاص ثلاث كلمات عاوز تفهمها، فاين يعني دقيق، سكيلد يعني ماهر، ديسكريت يعني مفصل في لغتنا، يبقى حركات دقيقه ماهره مفصله. خلاص. وتاني حاجه، ان اريا 4 كنا خدناها يا اولاد مع الاسترتش ريفلكس مع السنسيشن، كانت فاسيليتاتوري تو ماسل تون. يبقى الفاين موفمنتس وفاسيليتيشن تو ماسل تون، حتى مصادفه الاثنين بحرف الاف. الفاين موفمنتس انا مش عاوز تقولها بقى، فاين سكيل ديسكريت موفمنتس وفاسيليتيشن تو استرتش ريفلكس. دي النقاط الاربعه اللي هتتكلم عليها اريا 4. يبقى تاني يا اولاد، موجوده فين؟ موجوده قلنا قدام السنترال سالكس. طيب very excitable، نظر لوجود انهي خلايا يا اولاد؟ البيت سيلز بتاعت الراجل الاوكرانيان، اوكرانيا اللي هو فلاديمير بيتس. وبعدين ثالث نقطه ريبريزنتيشن، اليمين شمال والشمال يمين، كروس ريبريزنتيشن يونيلاترال، كل النص ده يدي ده وده ما عدا حتتين، الابر بارت اوف ذا فيس والريسبيراتوري ماسلز بتاخد من الناحيتين. خلاص. وبعدين انفيرتد، الراس تحت ورجلين فوق في المكان الاكثر امانا. وبعدين التمثيل متناسب مع الاهميه. شوف قوه عاقله، بنتكلم اكثر فايف موفمنتس موجوده في البق، في السبيتش باسلز وفي الفينجرز، فالايدين والبق واخده اكبر اريا، انما الابدون بحرك فيها ايه؟ ياخد اريا صغيره قوي. وبعدين النقطه الرابعه الوظائف، فاين، ثلاث كلمات، فاين للأوائل، سكيلد ديسكريت، حركات ماهرة، ديسكريت مفصلة. وبعدين قلنا بتبقى في ديسكريت وفاين قلناها، اند سكيلد ماهرة موفمنتس.
والفاسيليتيشن تو ماسل تون ده اريا 4. دي بتيجي سؤال نظري اربع نقاط في البري سنترال جايروس دي النقطه الثانيه الاولى ريبريزنتيشن النقطه الثانيه فيها بيت سيلز عشان كده هايلي اكسايتابل النقطه الثالثه وبعدين وظائف النقطه الرابعه. نيجي بقى الاصعب يا اولاد بس ما بتجيش اللي هي السبلمنتري موتور اريا اللي هي اهي باللون الازرق اهي شفناها فوق سايت موجوده ان فرونت اوف برايمري موتور اريا واباف اريا 6 خلاص اللي هي البري موتور اريا يبقى قدام الموتور اريا 4 واباف بري موتور اريا. طيب ايه وظيفتها يا اولاد اهي مكتوبه تحت دي بتستور الانفورميشن فور اوردرلي مالتيبل موفمنتس يعني بتختزن الذاكره للحركات المتعدده التي تحتاج ترتيب معين لاتيانها يعني في حركات بتحتاج الى ترتيب معين عشان خاطر تؤديها خلاص زي عاوز اقول ايه مثلا زي اما تولع ثقاب خلاص بتمسك علبه الكبريت لازم تفتح العلبه الاول تسحب الثقاب تقفل العلبه تقعد العلبه عشان تحرك الثقاب على الشطاط عشان تولع وفي اتجاه اللي قصادك عشان ما تولعش فيه كده طبعا دي تبقى قله حياه ايوه هي حركات لو ما عنديش انا الاريا دي وهنشوف في اريا قريبه جدا منها في اريا 6 هما الاثنين بيعملوا نفس الوظيفه باظت يبقى انا مش مشلول بس عندي حاجه اسمها موتور ابراكسيا يعني فقدت الميموري للحركات المتتاليه المرتبه يعني ماسك علبه كبريت مش عارف اعمل ايه ايدي مش مشلوله فدي وظيفة السبلمنتال موتور اريا والاريا المجاورة ليها هنشوف دلوقتي في اريا 6 هما اتنين بيعملوا الحكاية دي يبقى اللي هما الاوردري يعني مرتب ان اوردر يعني بترتيب الاوردرلي مالتيبل موفمنتس فيها الذاكرة بتاعتها بتدي السيجنالز بترتيب معين عشان تعمل حركة الاول تعدل العلبة تسحب تفتح العلبة تسحب الثقاب تقفل العلبة تعدل العلبة تحرك الثقاب على الشطاط في اتجاه اللي قصادك باظت الاريا دي يبقى انت مش مشلول اريا 4 شغاله اللي هي البرايمري موتور اريا بس يلوست الميموري للحركه دي فيسموها موتور ابراكسيا موتور ابراكسيا دي ما بتجيش نيجي الاريا 6 اسمها بري موتور اريا او يسموها اريا 6 وساعات بيبقى معاها اريا 8 او يسموها موتور اسوشيشن اريا يعني اللي باللون الاحمر دي ليها ثلاث اسماء بري موتور اريا لانها قدام البرايمري موتور اريا اريا 6 و8 او 6 اختصارا ده ثاني اسم او موتور اسوشيشن اريا البادي ريبريزنتيشن مقلوب برضه يعني الراس تحت والجسم بقيه الجسم فوق انفيرتد ثاني معلومه انها less excitable than area 4 دي بتيجي في الام اس كيو جاوبها لي انت ليه هي less excitable كنتيجه لغيبه البيت سيلز there is no bed cells رابع معلومه الفانكشن في مجملها مسؤوله عن الكومبلكس coordinated movements كومبلكس الحركات المعقده المتناسقه كومبلكس coordinated بانها بتبعت سيجنالز للكورسبوندينج ارياز في اريا 4 يعني اريا 4 كان دي تخطط اريا 6 تخطط واريا 4 تنفذ في عربياتنا واحده تبلان اريا 6 تبلان واريا 4 تاكسكيوت في اللغه الانجليزيه اريا 6 تبلان ايه الكومبلكس كوردينيتد موفمنتس وتبعت سيجنالز اريا 4 اريا 4 هي اللي تعمل لها اكسكيوشن تنفيذ يا اولاد برضو عشان ابقى يعني اكثر صراحه معاكم ستيل لما قريت في كتب كثيره وظائف اريا 4 اريا 6 بالظبط ايه ما حدش عارفها انما خلينا نقول المتعارف عليه في معظم الجامعات ان هم قال لك في اربعه ارياز ممكن نركز فيهم
في الحكايه دي وهحفظهم لك من تحت لفوق. اول اريا اسمها البروكس اريا اللي هي بتعمل وورد فورميشن اور سبيتش اريا. خد بالك يعني نقطه مهمه جدا اول مره تركز في دي ان الكلام ده عباره عن ايه، حركات اساسا. حركه الكلام حركات من الدقه بمكان بحيث تصدر صوت معين يفهمها كل الناس حاجه واحده. عمرك فكرت فيها ان الكلام ده في الاصل حركه بس من الدقه بمكان بحيث تصدر صوت معين يفهمه كل الناس حاجه واحده؟ كل كلمه كل حرف له تناسق معين عشان يطلع بالساوند ده، الالف الباء كل حرف كل كلمه لها تناسق. الذاكرة موجودة فين بتاعة الكلمات؟ في البروكس اريا اللي هي اللي تحت خالص في اريا 6. حفظها يا جال بطريقة حلوة. قلت نحن احنا بنتكلم بالبق روكس اريا، حلوة؟ You'll never forget it. احنا بنتكلم بالبق بق 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 روكس اريا، خلاص؟ بروكس اريا دي فيها بعدد الكلمات والحروف اللي انت عارفها بروجرامات تقول لك عاوز الكلمة دي، تصدر سيجنال اريا 6 للاريا المناظرة ليها في اريا 4. وعش كده خد بالك انا عاوزك ترجع رسمة تاني، صدفة ان ربنا خلى الاريا دي في اريا 6 اللي هي بتخطط اللي موجود فيها كل المعلومات بتاعت اني عضلات تتحرك لاصدار الكلمة دي، موجودة قريب جدا بتاعت البق، موجودة قريب من البق في اريا 4. دي تخطط ودي تنفذ. اريا 6 تقول ايه الحركات اللي هتعملها عشان تطلع الكلمة دي، طب مين ينفذها؟ اريا 4. مش مصادفة ان دي جنب دي، يعني هنا مقلوبة عشان كده كان لازم دي تبقى مقلوبة، البق هنا تحت هنا البق تحت. دي البروكس اريا يا اولاد اللي هي بتاعت السبيتش اريا، واحب احكي عنها شوية معلومات طريفة عن بروكس اريا. بروكا ده راجل فرنساوي اللي اكتشف الاريا دي، اسمه بيير بول بروكا. طبعا انت عارف بياخدوا الفاميلي نيم زي الراجل فلاديمير بيتس، سموها بيتسيلز، ده اسمه بيير بول بروكا. ده اكتشفها ازاي؟ ان لقى في اتنين عينين عنده بعد ما ماتوا، شاف في الاريا اللي بايظه عيان فيهم جاله يعني زهري أصاب البروكس إيريا. هذا العيان تصور بقى بوظها اللي هي شايلة البروجرامات، كان في النهاية لا يستطيع أن ينطق غير كلمة واحدة بس ويكررها 10 رقم 10. في عيان آخر كان بيقدر ينطق خمس كلمات بس، يس نمرة واحد، نو نمرة اثنين، أولوز نمرة ثلاثة، ثري رقم ثلاثة، وبعدين اسمه حتى ما بيقولوش كويس، ده الخمس كلمات. فلما ماتوا وفتح لقى الاريا دي دامج. فدي قصة اكتشاف البروكس اريا اللي بنتكلم بيها. من المعلومات الطريفة اللي احب اقولها لكم وللزملاء الاصغر سنا، ان لو حصل دامج للاريا دي بصورة بطيئة، يعني تيومر مثلا ابتدى ياكل الاريا دي بصورة بطيئة، يمكن ان احنا نريبليس الاريا دي باريا اخرى، يعني اريا اخرى في البرين تاخد وظيفتها. معلومه تانية مهمه كل الناس عارفاها، ان الاريا دي مش موجوده على الناحيتين في البرين، موجوده فقط في الدوميننت هيمسفير اللي هو في مراكز الكلام، يسموه الدوميننت هيمسفير اللي هو في 70% من الناس تقريبا بيبقى في الناحيه الشمال، خلاص السبيتش سنترز. يبقى دي اول اريا في اريا 6 موجوده اللي هي اسمها بروكس اريا بتاعه الكلام. اوعى تنساها، نحن نتكلم من البق روكس اريا، بق روكس اريا لاجيال حفظوها يقولوا يذكروني بيها. طيب نطلع الباقيين. بعد كده عندنا تاني اريا اسمها فولانتري اي موفمنت اريا، اهي فوق البروكس اريا. فولانتري اي موفمنت اريا، الوظيفه انها بتكنترول الاي موفمنتس، خلاص تو فولو اوبجكت معين. طيب
هنا بص معايا برضه احب اقول لك فاهمها لك. انا مش جاي اقرب عاد. انا قاعد احسن مثال بحب اقوله خاص بيا ان انت قاعد في مباراه للتنس فبتعمل ايه؟ بتتابع الكوره كده وبعدين تتابع الكوره كده تتابع الكوره كده وبعدين تتابع الكوره كده. عمرك فكرت ان انت العين دي بتتحرك عشان اتابع الكره الحادي باللاترال ريكتس اللي هي سبلايد بعصب اسمه ابيوس، بينما دي بتتحرك بالميديا ريكتس اللي هي سبلايد بالاوكلوموتو. يعني عصبين ما لهمش دعوه ببعض ولازم يشتغلوا مع بعض. اللاترال ريكتس هنا الابيوسن مع الميديا ريكتس هنا الاوكلوموتو، وبعدين العكس نعكس لما نتابع الكره الناحيه الثانيه. يبقى لازم في اريا تتحكم فيها اللي هي دي في اريا 6 اللي هي اسمها فولانتري اي موفمنتس. تطلع لفوقيها ستيل في اريا رابعه اسمها هيد روتيشن موفمنتس، وبيقول لك ان الهيد روتيشن موفمنتس دي اباف الاي موفمنت اريا وبتشتغل كونكتد مع الاي موفمنت اريا، بتمشي معاها. فكر فيها ليه. برضو مثال التنس جميل بحب اقوله، انا حقيقه الامر لما بتابع مباراه تنس ما ببصش بعينيا بس، بحرك راسي بروتيت راسي معاها. فده احسن مثال بحب اقوله ان هو الاي موفمنت اريا والهيد روتيشن اريا. طيب بعد كده اخر اريا في الاربعه لقوها اللي هي بقى زي بالظبط، بل هي جزء منها عشان كده هي لازقه فيها، اللي هي الهاند سكيلد اريا فوق اللي مختزن فيها زي بالظبط السبلمنتال موتور اريا، مختزن فيها الحاجات اللي هي ستورد انفورميشن فور اوردري مالتيبل موفمنتس، الحركات المرتبه المتتاليه. وديت مثال اللي هو اشعال الثقاب، في مثال تاني ان انا ممكن اقوله اللي هو تاينج نيك تاي، انك انت تربط كرافطه، ما عاوزه حركات مرتبه. لو مش ما عندكش الذاكره هتعمل ايه ورا ايه ورا ايه، ضاعت الحركه. يبقى هاند سكيل موفمنتس. يبقى دي بتيجي سؤال نظري مهم يا اولاد، اللي هي البري موتور اريا ادي اول اسم ليها، او موتور اسوشيشن اريا اللي هي باللون الاحمر دي ثاني اسم، او اريا 6 و8 هتكلم عليها في اربعه نقاط وما عشقت مثل عشق النظام. السايت ان فرونت قدام البرايمري موتور اريا. طيب النقطه الثانيه انها ليس اكسايتابل مقارنه باريا 4. ليه؟ لانها نو بيت سيلز. النقطه الثالثه لازم هنا البق يبقى قصاد البق والايد يبقى قصاد الايد، فادام دي انفيرتد يبقى دي كمان انفيرتد. النقطه الثالثه. النقطه الرابعه والاصعب، تم اكتشاف اربع ارياس فيها من تحت لفوق، البروكس اريا بتاعت الكلام، وبعدين الاي موفمنت اريا، وبعدين الهيد روتيشن، وبعدين الهاند سكيل اريا اللي هي قلت نفس وظيفه السبلمنتال موتور اريا. يبقى تاني بنتكلم البق اروكس اريا، وبعدين الاي موفمنتس ومرتبط بيها الهيد روتيشن، هما الاثنين بتوع التنس افتكر، اي موفمنتس وهيد روتيشن، وبعدين الهاند سكيل اريا. يبقى حتى مصادفه جميله، هتتكلم في اربع نقط ورابع نقطه فيها في الوظائف اربع وظائف. طب طيب قال لي ما عندكش طريقه حلوه نفتح بيها وظائف اريا 4، فقلتها بطريقه ما انساهاش طلبه ابدا. قلت له انت قاعد في الامتحان كده بتفكر بتقول هم كانوا ايه وظائف اريا 6، انت كده رتبتهم الترتيب الصحيح، بق ركس اريا، اي موفمنتس، هيد روتيشن، هاند سكيلز. وانت قاعد بتفكر هو كانوا ايه الوظائف، كانوا ايه الوظائف، انت رتبتهم اللي هم البق ركس اريا السبيتش سنتر، وبعدين الاي موفمنتس، وبعدين الهيد روتيشن، وبعدين الهاند سكيل. اظن حلوه كده. هما دول السؤالين اللي بيجوا في الموتور كورتكس، يا اريا 4 يا اريا 6، كلهم هتتكلم عليها مع شقه مستعشق النظام في اربع نقاط. انتقل للجزء الثاني في المحاضره والاهم بعد ما خلصنا الارياز، نيجي نقول وما تنساش ايه هو الموتور. طبعا قلت نسيت اقول لكم يا اولاد، لو باظ الهاند سكيلد اريا او سبلمنتال اريا بيحصل لك حاجه اسمها قلناها موتور ابراكسي. يعني ايه موتور ابراكسي؟ قلنا يعني هتفقد الذاكره للحركات المعقده، loss of memory to complex coordinated hand movements، complex coordinated skilled ممكن تقول hand movements.
without paralysis. اهم حاجه في الموتور ابراكسيا يعني مفيش شلل, انت مش عارف تشعل الثقاب بس ايديك مش مشلوله, انت نسيت الحركه ليه. طب لو باظت البق روكس اريا بيحصل لك حاجه اسمها موتور افيزيا, يعني ما مش هتعرف تتكلم. زي ما قلت الراجل واحد كان بيقول خمس كلمات اللي فاضل من الذاكره اللي فاضل من البروجرامات الملايين البروجرامات ضاعت ما فاضلش الا خمس, والتاني كان عنده بروجرام واحد بس اللي فاضل هو بتاع كلمه 10. واحد عنده خمس بروجرامات واحد عنده 10 واللي اكتشفها قلنا اللي هو بيير بول بروكس. سموها موتور افيزيا او اكسبريشن افيزيا او بروكس افيزيا, ليها تلات اسماء. يعني المهم كلهم افيزيا, موتور افيزيا, اكسبريشن افيزيا مش عارف يعبر عن نفسه, بروكس افيزيا. اما دي بتبقى سببها موتور ابراكسيا. طيب هنا تقل للجزء الثاني النهارده وهو ال connection of motor cortex. ده سؤال مفروض انه اناتومي يا اولاد, يعني الزملاء الافاضل بتوع اناتومي بيشرحوا لكم, لكن في عادتي وفي طوال محاضراتي اي حته هيستولوجي اناتومي بحب اشرحها عشان احط البيزس بتاعها. ما ينفعش ابتدي اتكلم عن الفسيولوجي انت مش فاهم الاناتومي. فانا الكونكشن, اي كونكشن لاي اريا لازم تجاوبه في نقطتين, الافرنس اللي هو الوارد والايفرنس اللي هو الصادر. المصادفه الجميله يا اولاد انه اثنين افرنس وايفرنس كل واحد له تو كونكشنز, يبقى اثنين في اثنين, يبقى الكونكشن موتور كورتكس. لا هي تعالى حتى اكتبها لك عشان ما تنساش, تقعد قصادك كده للتاريخ والزمن. يبقى الكونكشن موتور كورتكس اثنين في اثنين, افرنت وايفرنت وكل واحد له اثنين, عشان تبقى قاعدة يلا تبقى شايفينها. طيب نبتدي الافرنس. الافرنس اثنين, في عندنا يا اولاد افرنس سب كورتيكال فايبرز يعني تحت الكورتكس. يبقى هنا الموتور كورتكس جاي له افرن من حتتين, من السوماتيك سنسو اريا قلناها اللي جنبه, قلناها ليه؟ لان نحن نحس الحركات, وجايه له من الريسبوندينج اريا في الاوبوزيت سايد, يعني الاريا المناظره في الاوبوزيت سايد. ودي برضو احبك تبقى فاهمها ليه. انا قلت هو ليه ليه بيجي له معلومات من السوماتيك سنسو اريا, قلت لان انا احس الحركه والحركات لا يمكن تبقى دقيقه الا اذا كنا حاسينها. طب ليه بيجي له معلومات من الاوبوزيت اريا؟ دي برضه سهله في شرحها, فكرت في كل حاجه. حركات كثيره يا اولاد بنؤديها بايدينا الاثنين, فلازم يبقى في تناسق ما بين الايدتين عشان اعمل الحركه. ساعات حركات بعملها بالايدتين صح؟ سبيشال الناس اللي هم الهاندي, يبقى لازم ايده دي عارفه بايده دي بتعمل ايه عشان يعملهم في تناسق, يبقى لازم يبقوا متصلين ببعض. يبقى لما تبقى فاهم عمرك ما تنسى. يبقى ليه الموتور اريا بيجي لها من سب كورتيكال من السنسو ارياز؟ لان انا احس الحركه. طب ليه من الارياز المناظره في الناحيه الثانيه؟ لان احنا في حركات متناسقه ما بين اليدين, مش بنعملها بايد واحده كده. فهمت اي ثينك. طيب اي كونكشن جاي لها من الثالامس؟ هنا بقى حاجات كتير. احنا قلنا انها لازم تاخد احساس. طب ما الثالامس فيها احساسات, فجاي لها سنسوري فايبرز من الفنترو بيزل نيوكلياي اوف ثالامس, ادي واحده. طب الثالامس بيعدي هي السكرتاريا بتاعت البروجرامات بتاعت الحركات اللي جايه من البيزل جانجلا والسيريبيلم. يعني البيزل جانجلا والسيريبيلم دول بيحطوا بروجرامات الحركات, ومين اللي هينفذها؟ الموتور اريا. فبيبعتوها مرورا بالثالامس. الثالامس دي السكرتاريا بتاعت الكورتكس, اهي المثلث ده. المثلث ده هو ده الثالامس, هنشرحه في محاضره معانه. فالبروجرامات تجي له من السيريبيلم والبيزا جانجيا, واشوف اللي عنده ذاكره كل حاجه حفظتها لاجل بطريقه سهله. عربي على انجليزي يا اولاد. في محاضره البيزا جانجيا والسيريبيلم المحاضره القادمه باذن الله, دول المحاضره دي بقول اكسكلوسيفلي موتور, يعني لو جبت سيره الاحساسات في البيزا جانجر والسربيلا ما تاخد صفر. السربيلا والبيزا الجانجا دول اول معلومه انهم فقط 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 موتور,
الجمله الاهم حفظتها الاجيال العربي على الانجليزي. بروجرامات الحركات البطيئه بطيئه بالبيزال جانجليا السريعه سريعه سريعه بالسي سي سي سيريبيلا يو ويل نيفر فورجيت ذات اوف يور لايف. البطيء بالبيزال جانجليا والسريع بالسيريبيلا. فدول عشان يروحوا للموتور كورتكس ينفذ البروجرامات دي بيمر بالثالامس. ادي تاني حاجه. ثالث حاجه النون سبيسيفيك ثالاميك نيوكلياي قلناها اللي هي سموها ليه نون سبيسيفيك، دي بتعمل الالرتنس والاراوزل انك انت تصبح اكثر تيقظا معايا. دي الكونكشن اللي جايه من الثالامس. نيجي بقى الايفرنت. ايفرنت طالع حاجتين، بيراميدال تراكت واكسترا بيراميدال تراكت، وده مفروض الزملاء هما اللي يشرحوها البيراميدال اكسترا بيراميدال بتوع الاناتومي. لكن انا بحب احشر نفسي زي ما بقول في الاناتومي، عندي طرق في الاناتومي جميله وسهله. طيب تعالى احفظك البيراميدال تراكت، وده سؤال نظري مهم جدا في التشريح، انما تعالى اسمعه بطريقه الدكتور ناجي بتاع الفسيولوجي بيقولها ازاي. البيراميدال تراكت والاكسترا بيراميدال تراكت هما الايفرنس، دول اللي بنسميهم ابر موتور نيرون. ان انت عشان تحرك اي عضله محتاج سلامه الابر موتور نيرون واللور موتور نيرون، دي معلومه شيلها على الجنب. الابر موتور نيرون ده يا بيراميدال يا اكسترا بيراميدال، فالاهم هو مين؟ البيراميدال. بينقسم لثلاثه تراكتس اوريدي، عشان كده اقرا معايا مظبوط. لو جالك سؤال بيراميدال تراكتس هتتكلم على ثلاثه. كورتيكو سباينال ده بيروح لفين؟ للانتيرو هورن سيلز، يبقى هنا اللور موتو نيرون هي الانتيرو هورن سيل بالاكسون. واثنين تانيين كورتيكو بالبر او كورتيكو نيوكلير بيروح للموتور موتور كرينيال نيوكلير. ما احنا بنحرك الجسم بالانتيرو هورن سيلز اللي في السباين كورد يبقى كورتيكو سباينال، وبنحرك الهيدا النك بالكورتيكو بالبر والكورتيكو نيوكلير اللي رايحه للموتور كرينيال نيوكلير. الاشهر هو الكورتيكو سباينال. يبقى جاي هنا اهي يا اولاد من الكورتكس ورايح للانتيرو هورن سيلز اهي اللي بشاور عليها في السباينال كورد. ده اسمه اهو، تبعه طويل قوي بس اسمه ابر موتور نيرون، وده اسمه لور موتور نيرون بالانتيرو هورن سيلز. ده كورتيكو سباين. طيب طالب قال لي عندك طريقه حلوه تحفظها لنا بيها؟ قلت له اه، طول عمري حتى وانا طالب هديكوا الطريقه اللي حفظتها بيها وانا طالب. قلت الكورتيكو سباينال تراكت ساعات بيجي في الاناتومي الكورتيكو سباينال بس، ما يجيش كل البيراميدال تراكس. بيراميدال تراكس ثلاثه، واحد للبادي اللي هو رايح للانتيرو هورن سيلز في السباينال كورد فسموها كورتيكو سباينال كورتيكو سباينال، واثنين للكرينال نيوكلياي كورتيكو بالبر اند كورتيكو نيوكلير. ابتدي بالاهم وهو كورتيكو سباينال. ما عشقت مثل عشق النظام. ثلاث جمل هتقولهم في البرين وثلاث جمل في البرين ستيم. ما هو البرين ستيم اوريدي مقسم روحه لثلاثه، 100 برين بونز مضلق. يبقى ثلاث جمل في البرين في الهيمسفير سيريبرال هيمسفير، وثلاث جمل في البرين ستيم. حلو قوي. ناخد الثلاث جمل بتوع السيريبرال هيمسفير. كورتكس عدد الفايبرز كام بتاع البيراميدال؟ رقم لا ينسى، مليون فايبرز متوزعين ازاي؟ 30% من اريا 4 برايمري موتور اريا، و30 زيهم من البري موتور اريا اريا 6. طب وال40 صدق ولا تصدق من السوماتيك سنسوري ارياز. طيب احنا قلنا اريا 4 دي هي اللي اكسايتابل، ليه؟ لان فيها البيت سيلز. 3% من الفايبرز بتاع البيراميدال تراك لارج مايلينيتد لارج مايلينيتد فايبرز طالعين من البيت سيلز. يبقى ده اتكلمنا على الكورتكس الاوريجين، مليون فايبر 30 من ال برايمر موتور اريا اريا 4، 30% من بري موتور اريا اريا 6، و40% من السوماتيك سنسو ارياز. طيب رايحين للانترنال كبسول، هنا في حته اسمها انترنال كبسول هنتكلم عليها بعد كده، اللي هي موجوده اهي. ده الانترنال كبسول ما بين البيزال جانجليا والسيريبيلا او الثالامس اسف، ما
ما بين البيزر جانجلا والثالامس. طيب عشان يروحوا تخيل هم متجمعين كده، تخيلها بقى مع الكورتكس اللي عندك قدرة تخيل على النص التاني، يبقى الفايبرز كلها جايه كده، يبقى عامله حاجه اسمها زي التاج المتشعب كورونا رادياتا. يبقى في السب كورتكس الفايبرز عامله حاجه اسمها كورونا يعني تاج، ورادياتا رادياتا يعني مشعه كده، يعني لو خدتها في الناحيتين هتبقى الشكل ده يا اولاد كده. فيبقى اهي كورونا رادياتا من الناحيه دي ومن الناحيه دي. طب الجمله الثالثه في السيربا هيمسفير رايح على الانترنال كبسول. الانترنال كبسول دي عباره عن حتتين يا اولاد، بوستيرو ليمب وانتيرو ليمب اللي بشاور عليها، وجينيو اللي هي الركبه. فهم بيروحوا للجينيو اللي هي الركبه، وبص الحته اللي جايه بقى انتيرور هاف اوف بوستيرو ليمب، يعني ده البوستيرو ليمب. الجمله لذيذه، انتيرور اوف ذا بوستيرو، انتيرور هاف اوف ذا بوستيرو ليمب. يبقى ده الثلاث جمل اللي موجودين في السيريبرال هيمسفير. يبقى ثلاث جمل في السيريبرال هيمسفير، وهنقول ثلاثه في البرين ستيم. تاني قولهم لي بقى، السيريبرال هيمسفير كورتكس سب كورتكس انترنا كبسول، كورتكس سب كورتكس انترنا كبسول. في الكورتكس كم فايبر يا اولاد حافظينها؟ مليون فايبرز. توزيعهم 30% من اريا 4، 30% من اريا 6، 40% من سنسو ارياز. طب السب كورتكس عامله كورونا رادياتا. طب في الانترنال كبسول بتحتل حتتين، الركبه والانتيرو اوف ذا بوستيرو، انتيرو هاف اوف ذا بوستيرو ليم. طب برين ستيم اوريدي مقسم نفسه ثلاثه، ميد برين بونز ميدالا. انا طول عمري اقول البيراميد بيحب البيز، عارف ما هو البيز بتاعه كبير. ففي الميد برين بيحتل الميدل 3 فيفث، الثلاث اخماس الوسطانيين. اسمع الجمله بقى، اوف ذا بيزس بيدانكيولاي، يبقى بتوع البيز بيزس بيدانكيولاي. طيب في البونز بيبقوا النقط السوداء دي هي البيراميدال فايبرز، موجوده بتوين الترانسفيرس فايبرز اوف بيزس بونز. يبقى الهرم بيحب البيز، فالبيز سبيدانكيولاي في الميد برين التلات اخماس اللي في النص، البيز سبونز بتوين ذا ترانسفيرس فايبرز. نيجي في المضله بقى يا اولاد، هنقسم المضله الابر بارت واللور بارت. في الابر بارت بيحتل منطقه اسمها البيراميد، ومن ثم سميها بيراميدال تراكت. طلبة كتير مش عارفه هو سموه ليه بيراميدال تراكت، لانه في الابر بارت اوف مدله، في الابر بارت اوف مدله بيحتل منطقه اسمها البيراميد. طب في اللور بارت 85% من الفايبر بيكروس تو ذا اوبوزيت سايد، وتحتل اللاترال بارت اوف ذا سباين كورد، فيسموها لاترال سباينو، لاترال سباينال تراكت. يبقى يسموها لاترال كورتيكو سباينال، لاترال جايه من الكورتكس ورايح للسباين كورد، لاترال كورتيكو سباين. ودي بتغذي انهي ماسلز؟ الديستال، الايدين والقدمين واليدين، الديستال ماسلز اوف ليمز اند هاندز. طيب 15% من الفايبرز ما تعملش كروسنج في اللور بارت اوف ميدال، امال تكروس فين؟ تكروس في الابر بارت اوف ذا ثوركس وفي النك، في الرقبه وفي الابر بارت اوف ثوركس. طب وتعمل انهي تراكت؟ تعمل تراكت اسمه انتيرور، موجود في الانتيرور بارت، كورتيكو سبايدر، وده يغذي الاكزيال ماسل اللي هي في النص. حتى حلوه، يبقى التراكت معظمه عمل كروسنج في المضله، في المضله، وعمل اللاترال تراكت اللي بيغذي الديستال، الديستال. بينما 15% عملوا كروسنج في النك وفي الابر ثوركس، وده يغذي الاكزيال انتيرور كورتيكو سباينال، كورتيكو سباينال، انتيرو كورتيكو سباينال، يغذي الاكزل. ايه مع الايه؟ الانتيرو يغذي الاكزل، اللاترال اللي هو 85% اللي بيكروس في اللور بارت المضله يغذوا الديستال بارتس اللي هم الهاندز والفوت. طيب الكورتيكو بالبر، كورتيكو نيوكلير، دول اللي بيغذوا الكرين الموتور كرينال نيوكلياي. حفظتها بطريقه لطيفه قوي، انت حفظت واحد عرفت الثانيه. الكورتيكو نيوكلير، افتكر العين، يعني ساعات لما ترسم رسمه طفوليه العين بترسم دايره، فافتكر الكورتيكو نيوكلير بتاع العين،
كورتيكو نيوكليار بتاع العين. مين الاعصاب اللي بتحرك العين؟ 3 4 5 يبقى خلصت الكورتيكو نيوكليار. طيب الطالب ذكي كورتيكو بالبر تغذي مين بقى؟ بقيه الكرينيا النيوكليار اللي فيهم موتور اللي هم 6. ما انت شلت 3 كورتيكو نيوكليار للعين، كورتيكو نيوكليار خد 3، طب فاضل 9. التسعة دول يا اولاد فيهم 3 سنسوري مش موتور خالص، اللي هو الشم نمرة 1 والفاكتوري، الاوبتيك نمرة 2 ده سنسوري بتاع ده، وبعدين نمرة 8 اللي هو الاوديتوري. فشيل 3 4 6 بتوع الكورتيكو نيوكليار، وشيل 1 و2 و8، الستة اللي فاضلين بيغذيهم الكورتيكو بالبر. طريقة جميلة جدا في الحفظ. الستة اللي فاضلين اللي هم هيبقوا بقى 5 و7 و9 و10 و11 و12، طريقة رائعة في الحفظ. ما هو وظيفة البيراميدال تراكت؟ بقولها بطريقة جميلة خالص. مش 30% طالعين من 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 موتور اريا؟ هم نفس وظائف موتور اريا. الموتور اريا 4 كنا قلناهم اللي هي الموتور اريا 4 برايمري موتور اريا فاين سكيل ديسكريت موفمنتس وفاسيليتاتوري تو ماسل تون. يا سلام بقى يا اولاد لو في الاناتومي جالكوا سؤال بيراميدال تراكتس وكتبتوه بالروعه دي. النقطه الاولى البيراميدال تراكتس هم مش واحد، 3. كورتيكو سباينال رايح بيشغل انتيرو هورن سيلز اللي في السباينال كورد، عشان كده سموه كورتيكو سباينال، يعني بيشغل بادي. واثنين يشغلوا الموتور كرينيا نيوكلياي، كورتيكو بالبر وكورتيكو نيوكليار. نخلص بالاثنين الصغارين. اوعى تنسى كورتيكو نيوكليار هي حفظها الاجيال، نيوكليار العين افتكرها هي الدايره، كورتيكو نيوكليار يبقى 3 4 6. طب الكورتيكو بالبر ده البالب، البالب هو ده البرين ستام، بيغذي بقيه الكرينيا نيوكلياي ما عدا الثلاثه بتوع العين والثلاثه اللي سنسوري اللي هم مين؟ الفاكتوري واوبتيك واوديتوري. 1 2 8 شيل 1 2 8 و3 4 6 الباقيين هم الكورتيكو بالبر. طريقه ذكيه لطالب بيفكر باقل. ان تفكر كثيرا تحفظ قليلا، ان تفكر قليلا تحفظ كثيرا، قال للعبد الله. طب مين الصعب بقى اللي هو الكورتيكو سباينال ده؟ هتشرحه في كام نقطه؟ 3 و3، 3 في البرين ستيم وقبلهم 3 في السيريبرال هيمسفير. السيريبرال هيمسفير هي مقسمه روح فين الثلاثة؟ حب العناوين الكورتكس سب كورتكس انتنا كبسول، ادي 3. طب البرين ستيم ميد برين بونز ميدالا. نيجي للسيريبرال هيمسفير الكورتكس، قول لي الاريا كم فايبر؟ مليون فايبرز. 30% برايمري موتور اريا اريا 4، 30% بري موتور اريا اريا 6، 40% من السنسو ارياز، ولا تنسى 3% من الفايبرز لارج مايلينيتد متصلين بالبيتس سيلز اللي موجوده في اريا 4 بس، اريا 4 بس اللي هم هايلي اكسايت. طيب السب كورتكس اسمها كورونا، لو خدت بقيه الرسمه هتبقى كورونا رادياتا، لو تخيلت ان انا كملت الناحيه الثانيه كورونا رادياتا. الانترنا كبسول هتقول خد بالك دي اهم نقطه، لان هي لما بتقطع بتقطع في الحته دي، بيضرب الجينيو وال anterior half of the posterior limb. anterior half of the posterior limb. طيب برين ستيم هو مقسمه ثلاث عناوين، ميد برين بونز ميدالا. الهرم يحب ايه يا اولاد؟ يحب القاعده. ففي الميد برين بيزس بيزس بيدانكيولاي الميدل 3 فيفس، الثلاث اخماس اللي في النص ميدل 3 فيفس بتوع مين؟ البيزس بيدانكيولاي ده في الميد برين. طب في البونز بيزس بيزس بونز اللي هو فين بالظبط؟ اللي هو ما بين الترانسفيرس فايبرز والبيزس بونز اللي هي النقط التسعه دول اللي راسمها. نيجي المظله ترجع تقسمها الثالثه لحتتين ابر بارت ولور بارت. ابر بارت بتحتل البيراميد ومن ثم سميها بيراميدال تراكت. هم ليه سموه بيراميدال تراكت؟ عشان في الابر بارت المظله بيحتل البيراميد، واي تراك تاني براه هنسميه اكسترا بيراميدال. خلاص المهم هو البيراميدال تراك. طيب ده في الابر بارت. طب في اللور بارت 85% بس هيكروس اللي هو المعظم بس مش كلهم، وهينزلوا في اللاترال كولم فيسموهم لاترال كورتيكو سبايدال. لاترال كورتيكو سبايدال وده يحرك الديستال، الديستال
الهانز والفوت ماسلز 15% مش هيكروس في اللور بارت ميدل، هيكروس بعديها بشويه خفيفه شويه خفيفه في النك والابر ثوركس، ويحتلوا الانتيرو فيسموهم انتيرو كورتيكو سبايدر ويغذوا الاكزيال ماسلز. ستيل الاوائل في شويه فيو فايبرز بتعملش كروسنج خالص لا في المضله 35% ولا في الابر ولا في النك والابر ثوركس ال 15، انما بتقعد تغذي نفس الناحيه اللي هي العضلات اللي بتاخد بايلاترال ريبريزنتيشن واللي هي مش هتتشل في حاله الهيميبليجيا. اللي هم مين؟ اهم عضلات الاكسبريشن الابر بارت فيس بياخد من ناحيتين بيراميدال، وعضلات التنفس. يا سلام لو كتبت البيراميدال تراكس ثلاثه بالطريقه دي، كورتيكو سباينال وتقسمها ثلاثه في السيربرا هيمسفير وثلاثه في البرين ستيم، وبعد كده كورتيكو نيوكليار بتاع العين بياخد 3 4 6 وكورتيكو بالبر بياخد بقيه الكرينيال نيوكليار، الموتور تشيل 3 4 6 لان دول بالكورتيكو نيوكليار، وتشيل الثلاثه اللي هم سنسوري 1 و2 و8 الباقيين بيغذيهم كورتيكو بالبر. نيجي بقى الاكسترا بيراميدال ده كلمتين عليات وبعدين نقول الجدول الاخير وننهي المحاضره. الاكسترا بيراميدال تراكت يا اولاد اللي هم موجودين في ابر بارت المدلة بره البيراميد، اللي في البيراميد اسمه بيراميد او زي البيراميد اسمه زي الهرم. هنا في سبعه مشهورين بحفظها لكم بطريقه لطيفه، روبرو سباينال وريتيكلو سباينال، حتى الاثنين بحرف الار، روبرو وريتيكلو سباينال. تكتول قلنا تكتا يعني غطا، وفيستيبلو اللي هي طالعه من الفيستيبلر نيوكلاس في المدلة، يبقى تكتو وفيستيبلو سباينال، واوليفو سباينال اوليف يعني زيتونه. يبقى سبعه مهمين اكسترا بيراميدال تراكس. ليه سموهم اكسترا بيراميدال؟ لان هم موجودين بره البيراميد في الابر ميدلا، اللي في البيراميد ده بيراميدال، اللي بره دول يبقوا اكسترا بيراميدال. روبرو ريتيكلو سباينال، تكتو فيستيبلو سباينال، اوليفو سباينال. ايه وظيفتهم بقى؟ بالعكس هناك كان عندي اهي فاين سكيل ديسكريت موفمنتس، هنا جرافس موفمنتس حركات غير دقيقه. البيراميدال كان فاسيليتاتوري تو ماسل تون، انما ده فاسيليتاتوري اور انهبيتوري. خدنا ان فيهم حاجات بتعمل فاسيليتيشن وحاجات بتعمل انهبيشن لما خدنا في الاستيتش فليكس. ده الاكسترا بيراميدال بيتسال سؤال شفوي بس. طيب نيجي دلوقتي عشان نحرك اي عضله بقى لابد من سلامه تو نيرونز. فاكر يا اولاد حفظتكم عشان تحس اي احساس لابد من سلامه 3 نيرون. قلنا اي احساس بيحمل على 3 اوردر نيرونز، 3 نيرونز بترتيب معين. انما عشان احرك اي عضله هنا في الجسم لازم سلامه، افتح ودنك، 2 نيرونز، ذا انتجريتي اوف 2 نيرونز. ابر موتور نيرون اللي هو بيراميدال اكسترا بيراميدال، والبيراميدال هو الاهم، ولور موتور نيرون اللي هو يا اما انتيرور هورن سيل البادي يا اما كرينيال موتور نيوكلياي للهيد اند نيك. كورتيكو نيوكليار بيغذي العين وكورتيكو بالبر باقي كله ما عدا بتوع العين وما عدا السنسور. يبقى برضه حاجه لطيفه تاني لما يسالك يا اولاد ما عشقت مستعشق نيرون ومش هتعرف علم اعصاب نيورولوجي الا لو فهمت مع العبد الله السنترال نيرفس سيستم. وده بقى يعني اللي هقوله حاجه اكلينيكيه لواحد من اهم الامراض في الطب. عشان احرك اي عضله سواء كانت في البادي او في الفيس محتاج الانتجريتي اوف تو نيرونز. هي مش هتنساها، ساعات الواحد بيقول لي بنفتكر شرحتها ازاي، تو نيرونز، ابر موتور نيرون ولور موتور نيرون، كل من التو كل ينقسم الى اثنين. الابر موتور نيرون يا بيراميدال يا اكسترا بيراميدال، يا بيراميدال اكسترا بيراميدال، واللور موتور نيرون للبادي انتيرو هورن سيل بالاكسون وللفيس الكرينيال نيوكلياي بالاكسون. يبقى الابر بيراميدال اكسترا بيراميدال واللور انتيرو هورن سيلز او كرينيال نيوكلياي بالاكسون. ده الاجابه بتاعت الاوائل، ان اي حركه تو بي بيرفورم عشان العضلات تتحرك عاوزين سلامه تو نيرونز ابر ولور، اثنين كل ينقسم لاثنين، الابر بيراميدال ثم بيراميدال ثم بيراميدال اكسترا بيراميدال، لان البيراميدال الاهم.
واللور يا انتيرو هورن سيل بالاكسول للبادي يا كرينا نيوكلياي بالاكسول للهيد نيك. ده الكلام. في الحالتين يا اولاد لو اتقطع الابر موتو نيرون او اتقطع اللور موتو نيرون في الحالتين العضله هتتشال. قطع الابر اهو باللون الاسود التقيل رسمه لك، او اتقطع اللور باللون الاسود التقيل هتتشال العضله. بس الشلل مختلف هنا عن هنا تماما. اما تقطع الابر يسموه ابر موتور نيرون ليجن. اهي تعال اوريك الكلمه يا اولاد، اهي ابر موتور نيرون ليجن، حتى بستغل الالوان. انما ده اسمه الثاني لور موتور نيرون ليجن، وعاملهم في جدول تاريخي ابر موتور نيرون ليجن او لور موتور نيرون ليجن. في الحالتين في شلل، بس شلل مختلف. وعلى فكره بيجي ده لوحده سؤال، وده سؤال نظري مهم وسؤال ده ضره هذه المحاضره. انما انا بحب المقارنه ليه؟ اولا تؤصل الفكره اكثر، ثانيا تخلي انك بمجهود واحد تحفظ اثنين. وعندي طريقه في كل حاجه يا اولاد ما تقلقش. ها قارن ما بينهم، احب قوي اوريك زي ما بقول مذاكره التحصيل فن. فان عاوز تشوف انه الاول الايتمز قبل ما نبتدي هنتكلم على الكوز سبب المرض والسايت اوف ذا ليجن مكان المرض. بعد النقطه الثانيه الباراليس في النقاط الاربعه، نوع الباراليس هنتكلم عليه، وبعدين الريفلكسز النقطه الثالثه، وبعدين هل هيحصل ضمور في العضلات ولا مش هيحصل ماسل ويستنج. تعال نتفرج مع بعض. يبقى هنتكلم على السبب وثلاث نقاط اكلينيكيه، الشلل، الريفلكسز، الضمور. حلو؟ طيب نبتدي اول نقطه الكوز والسايت اوف ليجن. الابر موتور نيرو ليجن غالبا السايت بيحصل فين؟ لسوء الحظ في الانترنا كبسول، حيث الفايبر بتاعت كل الجسم اتجمعت في نقطه صغيره قد كده اهو، لما تضربها ضاع النص الثاني بتاع الجسم. يعني اتضرب البيراميدال تراكت، اسمع الجمله دي، في مقتل نص الجسم. دي النقطه الوحيده اللي متجمع فيها الفايبر ساعه نص الجسم في نقطه واحده اللي هي انترنا كبسول. فاكر الجينيو الركبه والانتيرو هاف وذا بوستيرولي، عشان تدينا اشهر مرض عصبي في الانسان وهو الشلل النصفي، هيميبليجيا. هيمي يعني نصف، وبليجيا يعني شلل. من اكتر الامراض اللي هتشوفها في حياتك هيميبليجيا. تبقى فاهم فين السايت اتضرب، فين الابر موتور هنا اتضرب في الانترنال كبسول، حيث مليون فايبر، احنا قلنا مليون فايبر بروبلم، ده اتجمعوا في حته قد كده، حته قد كده. المليون فايبر بيغذي نص الجسم جمعوا حته قد كده، اضربها اتشل نص الجسم. طب الكوز ايه؟ ستروك. الستروك ده حاجه من اتنين، يا اما اتقفل الفيسل بتاع الانترنال كبسول ثرومبوزس، يا اما الاخطر منه اتقطع هيموريج نزيف في المخ. يبقى خلصنا من النقطه الاولى. يبقى الشلل النصفي السايت اوف ذا ليجن فين؟ في مقتل، في مقتل، حيث المليون فايبر بيغذوا الجسم اتجمعوا في حته قد كده في الانترنال كبسول، الجينيو والانتيرو هاف اوف ذا بوستيرولين. والسبب ستروك كارديو باسكور ثرومبوزس او كارديو باسكور هيموريج. بينما اللور موتور نيرون ليجن يا اولاد حسب الرسمه سببها حاجه من اربعه، يا مرض في الانتيرو هورن سيلز، اشهر مرض اللي هو البوليومايلايت شلل الاطفال اللي هو تقريبا بسبب التطعيم الجيد لمنظمه الصحه المضافه في العالم، بوليومايلايت شلل الاطفال، او في النيرف نفسه النيرف باظ، احد اسباب البوظ النيرف دايابيتس ميليتس او اتقطع، او النيورو ماسكولار جانكشن، خدنا المرض كان اسمه مايثينيا جريفز، او نمره اربعه مرض في المصل زي العيانين اللي عندهم مايوباثي. يبقى اللور اربع اماكن وكل مكان له اسباب، انا ذكرت مثال. ومع شقت مثل عشق للترتيب، يبقى انتيرو هورن سيل، السيل نفسها، الاكسون نمره اثنين، النيورو ماسكولار جانكشن نمره ثلاثه، اتصال النيرف المصل، ثم المصل. هذه محاضره اكلينيكيه معتبره، يبقى ارجع لها لما توصل امراض باطنه.
احسن مثال هنا الانتيرو هورن سيل. طبعا في امثله كثيره ان تيومر في السبان كورد مثلا ديسك بوظها بالجو ديسك هرنيت الديسك انما بوليبالايتس خدت نيرف ديب مثال اتقطع وده بيتس مليتس نيورو ماسكولار جانكشن اشهر مثال ماثينيا جريفز المصل الميوباثي بانواعها دي مجموعه امراض في الحالتين العضله هتتشال يبقى خلصنا ربع الموضوع تقل بقى نوع الباراليس في حاله اللور موتور نيورون فكر معايا لو اتقطع النيرف يبقى انت مش بس قطعت النيرف اللي بيحرك العضله ده انت قطعت الريفلكس ارك اهو قوس الانعكاس مش شغال يا بني ادم هو في ريفلكس هيحدث بدون ريفلكس ارك لا يبقى فقد الريفلكسز اول ريفلكسز في اللور موتور نيورون ريجن فقدت كل ريفلكسز ما فيها مين اهم واحد اللي خدناه في محاضره كامله ستريتش ريفلكس اللي هو اهم حاجه فيه مين المصل تون ستاتيك يبقى العضله دي فيها اتونيا يبقى مشلوله وما فيهاش اي تون فيسموها هي قصادك فلاسيد باراليسيس فلاسيد باراليس خلاص يبقى العضله مشلوله لكن طريه انما لما حضرتك تضرب لي الانترنا كبسول راجع محاضره الاستريتش ريفلكس يبقى حضرتك شلت كل الانهيبيشن ما عدا اثنين فاسيليتاتوري الفاسيليتاتوري تيكا فورميشن والفيستيبولار نيوكلاس اللي هي فاسيليتاتوري يبقى انت شلت كل حاجه الخمسه انهيبيتوري وعندك اربعه فاسيليتاتوري شلت منهم اثنين وابقيت اثنين فاسيليتاتوري فبالعكس العضله مشلوله ما فيش ابر موتور انت قطعه بس في اثنين فاسيليتيشن نازلين للريفلكس ارك يبقى العضله بالعكس فيها تون مزاد يبقى يسموها سباستيك باراليسيس فرق رهيب ان في الابر العضله بتبقى فيها هايبرتونيا سباستيك انما هنا اتونيا ما فيهاش تون فلاسيك باراليس طيب تعال نشوف الاكستنت الابر موتور نيو ريجن انت قلت اشهر حته بتتضرب مين الانترنا كبسول اللي هي بتضيع نص الجسم فيوجوالي بتبقى في صوره هيميبليجيا للاوائل ما يقولش هيميبليجيا الاكستنت يوجوالي لان طبعا ممكن الابر موتور نيرون يتضرب في حاجه تانية اهو يتضرب مثلا في الكورونا رادياتا ما تاخدش نص الجسم يتضرب في الميد برين في البونز في المضله في السبان كورد حته معانا لان دي اشهر حته بتتضرب فيوجوالي الابر في صوره هيميبليجيا خد بالك بقى للاوائل برضه لما دي تتضرب الشلل هيبقى على انهي ناحيه يوجوالي اون ذا اوبوزيت سايد طب الاوائل ايه هل ممكن يبقى في ابر موتور نيرون ليجن على السيم سايد اه طبعا لو الليجن حصل هنا في السبان كورد بعد ما حصل كروسنج اتقطع هنا يبقى هيحصل على السيم سايد عشان كده الاوائل فين الكلمه المهمه يوجوالي في صوره هيميبليجيا يوجوالي اون ذا اوبوزيت سايد انما بص لي في اللور موتور نيرون ليجن هنا هل ممكن يا بني ادم تعمل هيميبليجيا لور موتور دي بتسقط طلبه في امراض عصبيه عشان واحد يتشل نصه بص لي نصه يتشل كده لور موتور يبقى لازم اقطع 31 عصب 31 عصب لتحت اقطعهم عشان يتشل نصه يبقى الليجن هيبقى بادئ من اول الرقبه هنا لحد تحت سكرم ده يبقى العين اتقطع نصين العين مفيش في الدنيا هيميبليجيا يا بني ادم شلل نصف لور تسقط لان عشان يحصل شلل نصف لور لازم تقطع كام عصب سباينال 31 ده غير بتوع الكرينيال يعني هنفرض حتى الفيس موجود مفيش كده في الدنيا فيوجوالي لوكالايزد في اللور لوكالايزد او يعني تقطع لك 5 6 اعصاب يبقى اكتر شباب لوكالايزد بس مش هيميبليجيا بس بص بقى الجمله الجايه للاوائل لازم اللور موتور نيو ليجن يبقى على السيم سايد مفيش على الاوبوزيت بص للرسمه اما اقطع اللور موتور نيرون هنا اولويز على السيم سايد انما في الابر لو هنا هيبقى على الاوبوزيت سايد لكن لو قطعته بعد ما عمل كروسنج هيبقى على السيم يبقى يوجوالي على الاوبوزيت تعال بقى دي النقطه الثانيه يا اولاد اللي هي الباراليس يبقى هنا سباستيك باراليس انك شلت كل انهبيشن ما عدا اثنين فاسيلتات يوجوالي في صوره هيموبليجيا يوجوالي على الاوبوزيت سايد
والريكفري بور. بور ليه؟ لان قلنا انت قطعت هنا التراك والتراكس ما عندهاش نيورولمانشيز ما بتعملش ريجنريشن. فيبقى سباستيك باراليسيس لان الليجن في الانترنال كبسول فيوجوالي في صوره هيموبليجيا يوجوالي على الاوبوزيت سايد كل كلمه الاوائل وبعدين ريكفري بور. انما هنا انت قاطع ده يبقى فلاسيد باراليسيس مفيش ريفلكس يوجوالي لوكالايز لكن عمرها ما تبقى في صوره هيموبليجيا. Always على السيم سايد وريكفري. ان لما تقطع العصب عنده نيورولمانشيز ممكن يريكفر لكن طبعا لو قطع النيرف سيل نفسها بوليفاليس مش هيريكفر. عشان كده قلنا ريكفري ماي اوكير مش لازم تحصل. ها لو القطع في العصب العصب عنده نيورولمانشيز ممكن يريكفر لكن ده عمره ما هيريكفر. ليه؟ لانه ما فيش نيورولمانشيز. طيب نيجي للنقطه الثالثه في النقاط الاربعه في الابر موتور ليجن. حضرتك شايل كله وسايب اتنين فاسيلتاتوري يبقى الديب ريفلكسز كلها عندك هايبر ريفلكسيا. مين اهمهم الديب ريفلكسز؟ الستنشن ريفلكس اللي هو كام جزء ستاتيك ماسل تون وديناميك تندون جير. يبقى اللي عنده هايبر ريفلكسيا عنده هايبر تونيا التون زياده عشان كده حتى قلنا سباستيك باراليس وعنده هايبر ريفلكسز يعني الجيركس كمان مزاده هايبرتونيا وهايبر ريفلكس. طيب وفاكر كان في حاجتين مهمين خالص خدناهم مع الستيتش فليكس. راجع محاضره الستيتش فليكس الكلاسب نايف لما تيجي تتني ايده الاول في مقاومه على المقاومه تضيع والكرونس في رجله وتعالى اوريها لك تاني. دي كانت شور ساينس لعل عنده شلل نصفي يا اولاد. قلت لما بنيجي نتنيله ايده كده نفرض نصه ده اللي مشلول تيجي تنيله ايده يبقى انت كده بتشد الترايسبس ففي الاول لما تشدها تعمل ريفلكس كونتراكشن يبقى في مقاومه يبقى مقاومه 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 ده بسبب الستريتش فليكس وفي الاخر لما تشد قوي يحصل انفرس ستريتش فليكس تبص تلاقيها ثابت. ففي الاول في مقاومه 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 وبعدين تسيب زي المط وارض الغزال فسميناها كلاس نايف ريفلكس موجود في الابر موتور. طب لو خدت في رجله مش هيعرف على رجلي في الشاشه تصور ان ايدي دي هي رجلي لو جيت لرجله كده ورحت عملت قلنا كلمتين يبقى راجع الاستريتش فليكس صادم من 10 ستريتش تلاقي رجله حصل فيها كلونس. يبقى في حاجه مهمه قوي في الايد كلاسب نايف ريجيتي انه في الاول في مقاومه مقاومه عشان انت بتستيميليت الاستريتش فليكس مودر ستريتش بيعمل كونتراكشن على ريزيستنس مودر ستريتش للترايسب لما بتدي الايد في الاول مودرن سيشن ترايسب بيعمل ريفلكس كونتراكشن اللي هو الستريتش فليكس ما تعمل مارك ستريتش شغلت الانفرس ستريتش فليكس جولجي تندون اورجا بيعمل انهيبيشن فتلاقي مفيش تون ففي الاول في مقاومه عليه تسيب كلاسب نايف. تيجي في رجله في الانكل وفي باتيلا برضه ممكن تلاقي عنده كلونس لما تعمل له صادم انتين ستريتش تلاقي رجلي بتلعب لوحدها دي شور ساين ان ده عنده هيموبليجيا. طيب بينما هناك مش هتكلم على حاجه انت ريفلكس ايه حضرتك قاطع ريفلكس ارك يبقى لا في لا ديب ولا سوبرفيشال ريفلكس. العين عنده يا هايبو ريفلكس يا الاحسن منها ا ريفلكس لو كل العصب مقطوع. وطبعا لا في كلاسب نايف ولا في كلونس ولا في اي حاجه ولا سوبرفيشال ريفلكس. سوبرفيشال ريفلكس ابس ايه بقى المفاجاه للاوائل ان السوبرفيشال ريفلكس دي يا اولاد بتضيع في الابر واللور موتور نيوريجن اهي الابسنت عليهم هما اتنين دي فيري فراجايل ريفلكسز ومش ولا ينطبق عليها حكايه انك قطعت فوق فساب اتنين فاسيلتاتوري ساب اتنين فاسيلتاتوري للتون مش للسوبرفيشال ريفلكس اللي هما الريسبتور بتاعتهم في الجلد. فالسوبرفيشال ريفلكس دي فيري فراجايل ابسنت في الحالتين اوعى تنساها دي ابسنت في الاثنين سوبرفيشال ريفلكس. طب نيجي البابينيسكي ساين راجع المحاضرة فاكر البابينيسكي اللي قلت لما تجيب مفتاح وفي رجل العيان اللي عنده شلل نصفي مفروض لو شخص طبيعي تعمل كده بيعمل بلانتر فليكشر اولتوز اللي هو البلانتر فليكس لو مقطوع البيراميدال تراكت والاكسترا بيراميدال لما تعمل له سكراتش في السول في اللاترال اسبيك ناحية الصباع الصغير هيعمل بلانتر فليكشر بيك تو وفانينج في الاذر توز
سموها بابي نيسكي ساين، اتكلمنا عليها راجع المحاضرة، موجودة لو البيراميدال مش شغال مقطوع زي في الأبر بوتوني ريجن، أو في حالات مش مقطوع بس مش شغال زي واحد نايم ديب سليب ديب كوما في أنفيجيا واخد بنج عميق، أو في الطفل في أول سنة لأن ما بيمشيش ليه؟ عشان البيراميدال تراكت مش شغال. ليه؟ عشان نوت يت مايلينيتد. وشرحت شرح رائع وليه ربنا خلاها بلانتر فليكشن ودورسي فليكشن، كل ده شرحه راجع محاضرتي التانية في الستيتش فليكس هتتعلم. اوعى تنسى التون السوبرفيشال ريفلكسز اسف بتضيع في الابر واللور، دي الحاجه المشتركه الوحيده نو سوبرفيشال ريفلكس. بس حتى في حاجه مش مشتركه، ان البابينيسكي ساين ده شور ساين اوف ابر موتور نيورون ليجن، ان البيراميدال مش شغال في حصل بابينيسكي، انما لا وجود له في اللور. دي النقطه الثالثه. طيب نقطه رابعه، ايه الويستينج؟ تعال نفكر. الابر موتور نيورون العضله اراديا مشلوله لكن التون فيها زياده سباستيك، ولما تعمل لها ريفلكسز ديب ريفلكسز عندها هايبر ريفلكس، يعني هي ما فيهاش نشاط ارادي لكن مليانه نشاط لا ارادي، انها عندها هايبرتونيا سباستيك باراليسيس، ولما تعمل لها ريفلكسز عندها هايبر ريفلكسيا، وبالتالي نو ويستينج او مايلد ويستينج. انما تعالى بالثانية المقطع اللور موتور نيورليجن، هنا العضله لا تتحرك اراديا، مفيش ومفيش اي ريفلكس، ده سوبرفيشال ريب لان مفيش ريفلكس ارك، يبقى عشان كده الويستنج هيبقى فيها ماركت ويستنج. لما العضله يا اولاد بيحصل لها ويستنج يعني ديجنريشن، استجابتها للكهرباء بتتغير. امتى؟ لما يبقى فيها ويستنج، فيها ديجنريشن. عشان كده سموا هذا التغير في الاستجابه للكهرباء الذي لا يحدث الا لو في ويستنج وديجنريشن، شوف سموه اسم جميل قوي، رياكشن وديجنريشن. يبقى في حاله اللور موتور نيورون لان العضله وقع فيها ويستنج، يبقى فيها رياكشن اوف ديجنريشن، في وممكن يبقى فيها فاسيكيوليشن تلعب لوحدها بسبب الاريتيشن اوف ذا نيرف، انما هنا مفيش انتشن نير في الناحيه الثانيه، لا في ويستنج وعليه ادام مفيش ويستنج، يبقى ما حصلهاش ديجنريشن، يبقى استجابتها للكهرباء عاديه. ذير از نو رياكشن ديجنريشن زي ما نشوف، اند ذير از نو فاسيكوليشن. طالب قال لي الحكايه دي صعبه شويه، ما عندكش طريقه حلوه تحفظها؟ ما حيينا ايه الفرق بين الابر واللور موتور نيورون ليجن؟ صور عندي طريقه حفظتها لأجيال، وفاكر حتى وأنا طالب في باطنة، يعني كان الزملاء الأفاضل من الطلبة ونروح ناخد حالات يجوا يحبوا يتفرجوا على عرضي الحالة وطريقة تحفيظهم ليها في أمراض باطنة، فكنت أحفظها بطريقة لا تنسى، وأنت عمرك ما تنساها، في جملة واحدة متصلة، الأبر أبر واللور لور، العالي عالي والواطي واطي. في الابر مشلوله بس في هايبرتونيا، هي مشلوله بس التون زياده، هايبرتونيا سباستيك باراليسيس، عضله ناشفه، وادام فيها هايبرتونيا سباستيك باراليسيس يبقى ادام فيها ناشفه، فيها تون جامد، يبقى لا تضمر نو ويستنج، وادام لم تضمر يبقى ما فيش رياكشن اوف ويستنج، رياكشن اوف ديجنريشن، يبقى في جمله واحده. بينما في اللور بتقطع ريفلكس ارك، فتلاقي فيه لور اتونيا مفيش خالص، اور هايبوتون فلاسيد بارالس، العضله سايبه خالص فلاسيد، وبالتالي تضمر ويستنج تديجنريت، وبالتالي يبقى فيها رياكشن اوف ديجنريشن. جمله لا تنسى بمليون جنيه، لو مشيت في اي اتجاه هتاخد صفر في الحاله في امراض عصبيه. يبقى الابر ابر واللور لور لن تنسوها ما حييتم، كلمه لعبد الله. في ايه الفرق بين الابر واللور موتور نيورليجن؟ في الحالتين العضله مشلوله، ولا تنسى ان اشهر مكان للابر هو في الانترنا كبسول في مقتل نص الجسم من بليجيا، بس الجسم نص مشلول بس في هايبرتونيا هايبر ريفلكس، وبالتالي مفيش ويستنج لانه مفيش حركه اراديه بس في هايبرتونيا هايبر ريفلكس هايبر ريفلكس هايبرتونيا سباستيك باراليسيس وهايبرتونيا ما تعمل ريفلكس، يبقى ما تضمرش، يبقى مفيش ويستنج.
هو ده ما فيش ديجنريشن يبقى بالعقل ما فيش رياكشن. واسمه رياكشن اوف ايه؟ اوف ديجنريشن. نو ويستنج اور ديجنريشن يبقى نو رياكشن اوف ديجنريشن. انها في اللور تقطعت الريفلكس ارك فالعضله سايبه خالص فلاسيد بارلس وفيها اتونيا فيش تون خالص. يبقى لا في اراديا ولا في لا اراديا شغل. يبقى تتهبب تبقى ماركت ويستنج تديجنريت خالص. عشان كده يبقى فيها رياكشن اوف ديجنريشن. والتهب اللي فيها ويستنج وفيها رياكشن اوف ديجنريشن فيها فاسيكوليشن. اللي ما حصلش فيها ديجنريشن ولا wasting ما فيهاش reaction of degeneration. You will never forget it the rest of your life. كل حاجة استنى الآخر. ما قدرتش من أول حاجة أقول الجواهر دي بديها لك في الآخر. في أمراض باطنة أشهر مرض عصبي الناس اللي هو أخصائي أمراض عصبية إيه أكثر حاجة بيشوفها؟ هيموفليجيا. اللي هي إيه الهيموفليجيا دي؟ upper motor lesion. فأوعى تنسى في الأبر في hypertonia spastic paralysis. وعليه there is no wasting وعليه there is no reaction of degeneration no fasciculation. إنما اللور تقطعت reflex arc يبقى ما فيش أي reflex خالص superficial deep ولا أي حاجة وهي مشلولة. يبقى في marked wasting يبقى في reaction of degeneration يبقى في fasciculation. ده اللي هو جوهرة الموضوع. تعال بقى نقولها الناس اللي عاوز تاخد full mark. في جدول تاريخي للعبد الله اكلينيكي ايه الفرق بين شلل عضلات الابر واللور. الكوز في الابر اتكلمنا على الكوز باراليسز الريفلكسز وبعدين الويستنج والرياكشن اوف ديجنريشن فيسكيليشن في المجموعه الرابعه. يبقى المجموعه الاولى الكوز والسايت اوف ليجن, المجموعه الثانيه الباراليسز, المجموعه الثالثه الريفلكسز, المجموعه الرابعه مع شق مستعجل النظام الويستنج وبالتالي رياكشن اوف ديجنريشن وبالتالي الفاسيكوليشن. في الابر موتور نيو ليجن اشهر مكان ما بنقولش لازم يوجوالي فين؟ في الانترنال كابسول. ده اشهر مكان ممكن يتقطع في اي حته, يتقطع في الكورتكس, يتقطع في السب كورتكس, في الميدبريم, في البونز, في المدلة, كل الاحتمال في السباينال كورد وهيبقى في الحاله دي على السيم سايد. انما ده اشهر مكان يوجوالي في الانترنال كابسول. طب وايه السبب؟ يوجوالي كارديو فاسكولار اكسيدنت ستروك. يا اما جلطه يا نزيف في المخ, يا جلطه في المخ يا نزيف في المخ. ده اشهر سبب. طيب نكمل. وعليه انت لما تعمل الليجن هنا اهو قلنا بقى شلت كل الانهيبيشن ما عدا اتنين فاسيليتات. يبقى الباراليسز هتبقى ايه في الحاله دي؟ انت سايب اتنين فاسيليتات سباستيك باراليسز. الاكستنت يوجوالي في صوره هيموبليجيا لانك ضربت في مقتل حيث المليون فايبر اتجمعوا في حته صغيره قوي. يوجوالي لو حصلت هنا هتبقى على الاوبوزيت سايد يوجوالي, لكن لو هنا عشان كده قلنا يوجوالي هنا كان ممكن في ابر موتور نيو ليجن للاوائل على السيم سايد لو حصل بعد الكروسنج في اللور باتو بيضله هنا. يبقى يوجوالي في صوره هيموبليجيا سباستيك باراليسيس يوجوالي على الاوبوزيت سايد قطعت التراكت يا بني ادم التراكت اللي مالوش نيورولمال شيز يبقى ريكفري سبور. طيب نيجي للريفلكسز. في ديب وده الاهم وده الاهم وفي سوبرفيشال ريفلكس. الديب انت شلت كل حاجه ما عدا اتنين فاسيلتات يبقى في هايبرتونيا وهايبر ريفلكس. الاسترتش ريفلكس زائد بنوعيه هايبرتونيا الاستاتيك استرتش ريفلكس, هايبر ريفلكس اللي هو التندون جير الدايناميك استرتش ريفلكس. وفي كلونس لما في الرجل بنشوفها اكتر حته كلونس تعمل صادم انتن ستريتش رجل تقعد رايحه جايه الفوت وتحاول تتني الايد هتلاقي كلاسب نايف ريجيتي بريزنت. انما سوبرفيشال ريفلكس لا تنسى الاوائل دي الوحيدة اللي اتفق فيها الاثنين ابسن في الناحيتين. ده very fragile reflex بس هنا عنده ميزة انه فيه البابينيسكي ساين بدل ما بيتني كل صابع رجله لتحت صباعه الكبير بيجيبه لفوق دورسي فليكشر بيك تو وفانينج في الاذر توز. وافتكرها يبقى في الاوضة ما يقولك اسمه ايه الساين دور الاوضة فيها شباك وباب اسمه باب نيسكي ساين باب نيسكي ساين اتكلمت على تاريخه. طب طالما عضلة مشلولة إراديا لكن لا إراديا بالعكس فيها تون أكتر من عضلة عادية سباستيك والديب ريفلكسز هايبر حتى قلت الأبر أبر الأبر أهي الأبر أبر يعني الأبر عنده هايبر الأبر عنده هايبر ريفلكس سباستيك بارالس وعليه مفيش ويستنج. يبقى ويستنج إزاي بقى وهي فيها نشاط جامد أو إذا حصل فيري مايلد ويستنج للأوائل
عشان ما فيش حركات إرادية، وعليه there is no reaction degeneration no fasciculation. إنما تعالى في اللور موتور نيورون ليش؟ إيه السبب؟ أربع احتمالات أهم، يا نيورون يا إما الأكسون بتاعه النيرف يا إما النيورو ماسكولار جانكشن يا المصل، كل واحدة بأسبابه. طب نوع البارالس، انت هنا ريفلكسز ايه؟ انت قطع ريفلكس ارك، انسى مفيش اي نشاط لا ارادي ولا لا ارادي، يبقى فلاسيد بارالس، عضله طريه. يوجوالي قطع لك عصب 2 3 هتبقى لوكالايز، انما اولويز على السيم سايد، مفيش لور يجي ممكن على الاوبوزيت، لا اولويز على السيم سايد. والريكفري لو ليجن في النيرف، النيرف عنده نيورولمشيس ماي اوكي ريكفري. دي المجموعه الثالثه، اوعى تنسى الاهم بقى، الواطي واطي اللور بيبقى عنده هايبو ريفلكس او اتونيا. الستريتش ريفلكس بشقين، اتونيا واريفلكس، مفيش اي حاجه. وطبعا لا في كلاسب نايف ولا في كلونس ولا في كلام، هو السوبرفيشال ريفلكس ابسن في الناحيتين، وما فيش بابينيسكي، صح، مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه في اي حاجه في اللور. الواطي واطي ما عندوش اي حاجه الواطي، وعليه اهم لا فيها ما عندوش اي حاجه، لا نشاط ارادي ولا لا ارادي خالص، يبقى يضمن جدا ماركت ديجنريشن، وبالتالي في رياكشن ديجنريشن وفي فاسكيليشن. هذا جدول تاريخي، فاضل بس تضيف حته صغيره عشان تاخد الفول مارك. اهي يا اولاد، ايه بقى قصه الرياكشن ديجنريشن ده؟ تعال نشوف. قلنا انه في حاله اللور موتور نيورون ليجن بيبقى العضله في حاله ويستنج، ويستنج يعني فيها ديجنريشن، تعمل رياكشن لا يحدث غير في الويستد ماسلز، عشان كده سموه رياكشن ديجنريشن، اللي هو الاستجابه الغير طبيعيه للمؤثرات الكهربيه. حلو، بنفهم عربي؟ رياكشن يعني استجابه، رياكشن هو الاستجابه الغير طبيعيه للمؤثرات الكهربيه الذي لا يحدث الا لو الماسل فيها ايه؟ ديجنريشن ويست، وهذا لا يحدث غير في اللور موتور نيورون، انما في الابر لا، العضله ما فيهاش ويست، يبقى ما فيهاش رياكشن ديجنريشن، نورمال ريسبونس. طب تعال نشوف بقى ايه هو رياكشن ديجنريشن. استجابه غير طبيعيه لمؤثرات كهربائيه، لطالب فاهم قوي المؤثرات الكهربائيه نوعان، يا فرادك تار متقطع يا جلفانيك تار مستمر زي بتاع البطاريه. تعال ناخد الاستجابه الطبيعيه اللي هي موجوده في النورمال في حضرتك، في حضرتك وكمان في العين اللي عنده ابر موتور نيوليشن، انتوا الاثنين زي بعض، الطبيعي زي الابر موتور نيوليشن. الكروناكسي نورمال، فاكرين ايه هي الكروناكسي في سنه اولى؟ كروناكسي جاء من كلمه كرونيك يعني زمن، مزمن، كرونيك يعني مزمن، هي تايم نيدد باي دبل درابيز، كروناكسي ذا تايم نيدد باي دبل درابيز. فالكروناكسي نورمال، الزمن اللي عاوزاه العضله عشان تستجيب طبيعي، انها طبيعيه ما عندهاش ويستي. وعليه لما تدي فرادك كارنت تيار متقطع رابيد ريبيتد تدي تيتانيك كونتراكشن. طيب اللي ما نعرفوش ولا عمر حد عرفه في الـ في الـ في الـ في الالاف السنين اللي فاتت اللي هو الجلفانيك كارنت، ما نعرفش ليه. لو حطيت الكاثود، كل بطاريه ليها كاثود وانود، لو جيت للعضلة المشلولة وحطيت عليها الكاثود وقفلت تنقبض، خلاص ده يسموه، او اي عضلة طبيعية لما تحط عليها الكاثود وتقفل تنقبض فيسموا ده كاثود كلوزينج كونتراكشن، كاثود كلوزينج كونتراكشن. لو حطيت الانود على العضلة والكاثود على اي حتة تانية وقفلت برضو تنقبض، يسموها انود كلوزينج كونتراكشن. يبقى العضله بتنقبض لو حطيت عليها الكاثود وقفلت، طب والانود بيبقى فين في الحته دي؟ في اي عضله اخرى، في اي حته في الجسم. المهم العضله المعنيه لو حطيت عليها الكاثود والانود في اي حته تاني وقفلت تنقبض، لو حطيت عليها الانود والكاثود في اي حته تاني وقفلت تنقبض. ما نعرفش ليه الكاثود كلوزنج اقوى من الانود كلوزنج، مع ان هي نفس البطاريه، التيار جاي كده التيار جاي كده، مفروض يبقوا حاجه واحده. لكن الى يومنا هذا، وسالت مره استاذنا الجليل، كنت شرفت بان ابنه كان بيحضر لي المحاضرات، استاذنا الجليل رحمه الله دكتور اسامه علوان، ايه السبب؟ قال لي ما حدش يعرف في الدنيا، ما اعرفش ليه، المفروض هي هي، المفروض احط الكاثود واقفل زي ما احط الانود واقفل، ما هو نفس البطاريه. العضله الطبيعيه والابر موتور نيورون ليجن اللي هو زي الطبيعي، الكاثود كلوزنج اقوى من الانود كلوزنج كونتراكشن. طيب لما تقطع العصب
lower motor neural lesion. فالعضلة تضمر يحصل لها degeneration wasting وبالتالي يحصل فيها reaction degeneration. تغير استجابتها للكهرباء تماما. الكروناكسي يبقى prolonged. عاوزة مدة طويلة عشان تستجيب. ما هو الكروناكسي هو time needed. Time needed. by double derivatives. عاوزة مدة طويلة. مين يدور بدي بقى لطالب ذكي؟ الفرادك. لان الفرادك مدته قصيرة. العضلة عاوزة مدة طويلة وهو مدته قصيرة. يبقى no response. فيش اي response خالص. مفروض انك لما تدي رابيد ريبيتد ستيمولاي بشورت دوريشن يدي تترس في الناحيه الثانيه، لكن هنا هو عاوز مده طويله والمده بتاعته مش كافيه. الكروناكسي اطول من مده الفرادك. يبقى نو ريسبونس. الجلفانيك لسبب لا يعلمه الا الله وحده برضه. فجاه بعد ما تقطع العصب والعضله تضمر استجابتها للانود لما تقفل انود كلوزنج كونتراكشن يصبح لاول مره اقوى من الكاثود كلوزنج كونتراكشن. لا الاولانيه عارفينها ليه ولا الثانيه عارفينها ليه. ده سؤال اسمه reaction degeneration. يبقى ما هو reaction degeneration؟ حب النظام أولاد. هو الاستجابة الغير طبيعية للمؤثرات الكهربائية. نقولها بإنجليزياتنا. Abnormal response to electrical stimuli. Abnormal response to electrical stimuli. متى يحدث؟ النقطة الثانية. هو بيقول لك متى يحدث. اسمه reaction of A. اقرأ. ديجنريشن. يبقى لا يحدث غير في العضله اللي ايه اللي فيها ديجنريشن اللي فيها ايه ويستنج اللي هي مين الواطي اللي هو موتور نيورليشن. طب هتغير استجابتها ازاي؟ قول لي الاول هي كانت استجابتها ايه الطبيعيه اللي قلت الاستجابه الطبيعيه بتحدث اسمعني تاني في حضرتك لنا الطبيعي وفي المريض اللي عنده شلل نصفي اللي هو الابر موتور نيورليشن لان العضله ما فيهاش ديجنريشن. انتوا الاثنين طبيعيين من حيث الاستجابه للكهرباء مش طبيعيين زي بعض من حيث الاستجابه. هناك كانت الكروناكسي نورمال لما تدي فرادك رابيد ريبيتد ستيمولاي يحصل له تيتانيك كونتراكشن تجيب بطاريه تحط الكاثود وتقفل اقوى من لما تحط الانود وتقفل. الكاثود كلوزنج اقوى من الانود كلوزنج. بعد قطع العصب يبقى العضله عايزه مده طويله عشان تستجيب. كروناكسي يبقى برونجد. يبقى مين ما ينفعهاش؟ اللي متقطع اللي مدته قصار فرادك لانه شورت دوريشن. يبقى نو ريسبونس. ولسبب لا نعلم لا الاول ولا الثاني لاول مره يبقى لما تحط الانود وتقفل الانود كلوزنج كونتراكشن اقوى من الكاثود كلوزنج كونتراكشن. دي تكتبها مع السؤال. ساعات بقى يغير صيغه السؤال تماما ويجيب سؤال رهيب والله رهيب. يجيب لك نفس السؤال بتاع الابر موتور نيرو ليجن بصيغه اخرى. شوف حصه اكلينيكيه مهمه جدا المحاضره دي. ليجن في البوستيرور ليم اوف انترنال كبسول يعمل ايه؟ لو باظ الليجن في الانترنال بوستيرور ليم اهو للانترنال كبسول. الانترنال كبسول دي يا اولاد ماشي فيها اربع حاجات من قدام لورا. ماشي فيها الموتور راديشن اللي هو البيراميدال تراكت. الكورونا رادياتا اتلمت هنا كلها فما تضربها نص الجسم اتشال على الناحيه الثانيه. اشهر مرض عصبي في الانسان هيميبليجيا اون اوبن سايد. وراها في السنسوري راديشن كل الاحساسات من الناحيه الثانيه في الجسم. وراها في فيجوال راديشن. وراها في اوديتوري راديشن الهيرنج. يبقى هنا الفيجن وهنا الاوديتوري. يبقى اربعه راديشن موتور سنسوري حفظوا مع بعض موتور سنسوري وبصر وسمع. فالعيان بتاع ليجن بوستيرور ليم اوف انترنال كبسول بيحصل له اربع حاجات كلهم بحرف الاتش هفصلها الاجيال. هيمي بليجيا شلل نصفي. انهي نوع بقى؟ الابر موتور نيرو. وتشرح الاربع نقاط بتوع الجدول شرح اللي هو الكوز. خلاص اول حاجه قلنا الكوز والاكستنت بتاعه خلاص بتبقى صورة هيمبليجيا. فقلنا أول حاجة عندنا يا أولاد الكوز والسايت أوف ليجن اللي هو احنا هنا قلنا اللي هو الانترنال كبسول. وبعدين تتكلم على الباراليسيس وبعدين على الريفلكس نمرة ثلاثة وبعدين في ويستنج. أدام ما فيش ويستنج يبقى ما فيش أكشن ديجنريشن ما فيش فاسكيوليشن. ولا تنسى الأول أكتر نقطة لطيفة في الأبر. أنت ما تقول في هيمبليجيا نص الجسم مشلول للأوائل بيضيفوا نقطة ما عدا حتتين في الجسم فاكرينهم؟ يا ريت تبقوا تضيفوهم تفتكروهم. احسن حته بنبين فيها الاكسبريشن اللي هي الابر بارت اوف ذا فيس خلاص والريسبيرتوري ماسلز ما يحصلهمش باراليز. يبقى
يبقى هنا لو كتبت الاربع كلمات دي هتسقط. لما يجي لك ليجن في البوستيريور انترنال كبسول اهم حاجه فيها ايه؟ شلل نصفي ابر بوتونيو ليجن. النقطه الاولى من نقاط الاربعه تشرح فيها اربع نقط اللي هم الكوز السبب والسايد ده واحده، الباراليسيس دي الثانيه، وبعدين الريفلكسز نمره ثلاثه، وبعدين الرابعه الويستنج وديجنريشن فاسكيوليشن. طيب ثاني حاجه لما تقطع لي نص السنسوري ديشن بتاع النص الثاني الجسم، يبقى العيان عنده هيمي انيثيزيا اون ذا اوبوزيت سايد، يبقى هيمي بليجيا اون ذا اوبوزيت سايد وهيمي انيثيزيا اون ذا اوبوزيت سايد. طب ما تقطع لي الفيجوال راديشن بتاع ناحيه واحده، يبقى العيان عنده هيمي انوبيا كونترالاترال هومونوماس هيمي انوبيا. لو عاوزها بالظبط كونترالاترال هيمي هومونوماس هيمي انوبيا. نيجي للهيرنج، ودي من روعه الخلق والخالق، ان احنا قلنا ان ربنا سبق السمع، السمع اهم. صور بقى الهيرينج از، اقرا بقى بمليون جنيه سلايتلي افكتد. ليه؟ لان قلنا كل ودن يا اولاد، فاكرين الودن بس مش العين. Each ear is bilaterally represented in both cortices. الودن اليمين ممثله في التو كورتيسيز والودن الشمال في التو كورتيسيز. فحتى لما تبوظ ناحيه استيل بتسمع في الناحيه الثانيه. طبعا اما تسمع في الناحيتين احسن شويه، عشان كده قلنا سلايتلي افكتد. يبقى ليجن في الانترنال كبسول، وهو اشهر ليجن في الامراض العصبيه في الانسان، اربع حاجات بحرف الاتش: هيميبليجيا، وطبعا مفيش هيميبليجيا لور، اما تقول هيميبليجيا قيس ليلى يبقى ابر بوتونيو ليجن، وتروح شارح جدول اربع نقط وتضيف عليه حتى ما قلناهوش واحنا بنشرح، ممكن تقوله هناك تقوله هنا، ان الباراليسيس ما عدا الابر بارت اوف ذا فيس والريسبيرتوري ماسلز، لان دول بياخدوا بايلاترال ريبريزنتيشن. ده بقى لو يعني الناس اللي بتقفل هيمي بليجيا، وبعدين هيمي انيثيزيا على الاوبوزيت سايد، وبعدين كونتراترامونس هيمي انوبيا. بس هيرينج از سلايتلي افكت، يبقى هيمي ادي اول اتش بليجيا اوبوزيت سايد ابر بوتونيو ليجن، هيمي انيثيزيا اوبوزيت سايد، هيمي انوبيا برضه الاوبوزيت سايد، ما اسمها كونترالاترال، كونترالاترال كروس هيمي انوبيا، بات هيرينج از سلايتلي افكتد. سبحان الله في خلقه، بيكوز ايتش اير از بايلاترال ريبريزنتد ان بوث كورتيسيز. هتقول لي في السي ان اس مين اهم محاضره هي دي؟ عارف ليه؟ لان شرحنا، احنا بنشرح ليه سي ان اس، فكر معايا عشان نفهم امراض عصبيه. من هو اكثر الامراض العصبيه شيوعا؟ هتشوفوا هيميبليجيا شال نصفي، تشوف ناس عندها شال نصفي قهارا نهارا طول النهار. عشان كده انا خلصت، بس ما عنديش مشكله انا عيد بس الابر موتور نيرو ليجن، ومنه تستنتج العكس في اللور موتور نيرو ليجن. يا اولاد اهي ابر موتور نيرو ليجن في مره اخرى، قلنا القطع غالبا بيبقى في غالبا، لكن ممكن في الكورتكس لما هتاخدها بقى تقرا الموضوع كاملا هيقول لك ممكن في الكورتكس سب كورتكس. ست نقط اللي قلتهم في الانترنال كابسول دي اشهر واحده، او 100 برين بونز ما ضل حتى سبعه، او سباينال كورد. يعني في سبع احتمالات للليجن في الابر موتور، اشهرهم اللي هو الانترنال كابسول، ثلاثه في السيريبرال هيموسفير، ثلاثه في البرين ستيم، واحده في السباينال كورد، دي الوحيده اللي هتبقى على السيم سايت. ده يعني بقى لما في امراض باطنه، لو بدرسك امراض باطنه هدرسها بالدقه دي. ثلاثة في الهيمسفير، ثلاثة في البرين ستيم وسبان كور، أشهرهم مين في السبعة؟ انترنال كبسول. خلاص؟ حيث إيه؟ مقتل اتجمع مليون فايبر بتوع الأوبوزيت سايد في حتة قد كده، تشيلها تيجي هيميبليجيا على طول. طب والكوز؟ قلنا ستروك كارديو فاسكولار، يا هيمورجيا ثرومبوز. طب لما تقطع لي أبر موتور نيرو ليجن، ارجع محاضرة السيتش ريفلكس، يبقى أنت شلت الخمسة انهبيتوري وفي أربعة فاسيلتاتري، شلت منهم اثنين، فاضل اثنين فاسيلتاتري. الفاسيلتاتري ريتيكو فورميشن والفيستيبلو سبانال تراكت، يبقى في بريدومينانس اوف فاسيليتيشن. عشان كده العيان عنده بارالايز ار ماسل، ما اشتغلش، لكن عنده سباستيك باراليس، ماسل ناشف في نص الجسم. حتى قلنا اكتر في مين لو كنت فاكر؟ انتي جرافيتي ماسلز، كنا قلنا حتى العيان كده بيبقى ليه منظر معين وبيمشي كده في الانتي جرافيتي، فليكسورز اوف ابر ليم والاكستنسورز اوف لور ليم، عنده بشره معينه العيان بتاع الهيمي بليجيا.
لان عنده spastic paralysis ناشف. spastic paralysis خلاص. usually صورة hemiplegia usually لانه usually بتبقى في الانترنال كبسول. usually على opposite side من الحالة في السبعة للأوائل اللي عارفينها اللي تبقى على same side لو الليجن في ال spinal nerve spinal cord اسف spinal cord spinal cord لو ليش لكن usually على opposite side. طب هنا التراك ملهاش انه لما تشيس يبقى recovery spore كده خدت 50% نقطتين الكوز والبارالس نيجي ريفلكس دي اهم نقطة على الاطلاق في العالي عالي والواطي واطي في الابر في هايبرتونيا هايبر ريفلكس في الابر هايبر في الابر هايبرتونيا هايبر ريفلكس يبقى سباستيك بارالس خلاص وفي في الابر ليم تقدر تشوف الكلاسب نايف ريجيتي زي ما تقول الغزال وفي اللور ليم بالكلونس ورتهالك النقطة دي بقى الأوائل سوبرفيشال ريفلكسز دي النقطة المشتركة دي اللي بأبسم في الحالتين بس هنا برضو في تميز ان عنده مابينيسكي ساين لما تعمل سكراتش للاتر اكسكلوسور بمفتاح بدل ما يعمل بلانتر فليكشن اوف اول توز يعمل دورسي فليكشن اوف بيك تو وفانينج اوف اذر توز طيب يبقى المسل سباستيك بارالايز بس ناشفه فيها شغل في هايبرتونيا هايبر ريفلكشن مشلوله اراديا لكن لا اراديا بالعكس زايد عن الطبيعي فممكن دي تعوض دي تماما يبقى نو ويستنج او يحصل مايلد ويستنج طب طالما ما فيش ويستنج يبقى ما فيش ديجنريشن يبقى ما فيش الرياكشن هما بيسموه ايه الرياكشن للعضلات اللي فيها ديجنريشن يبقى ذير از نو رياكشن اوف ديجنريشن اند ذير از نو فاسيكيليشن العضله ما بتلعبش لوحدها طبعا لور العكس تمام انت عارف هنا لازم تكمل دي بقى يا اولاد ان الابر اهم من اللور تكملها ازاي تقول لي بقى ان هنا مفيش رياكشن اوف ديجنريشن يعني الاستجابه نورمال ريسبونس نورمال ريسبونس ريسبونس نورمال كروناكسي نورمال الفلادك اللي هو الطرف المتقطع عادي تيتانيك طب البطاريه ما نعرفش ليه لما تحط الكاسود على العضله المعنيه وتقفل تنقبض اقوى من لما تحط الانود على العضله المعنيه وتقفل الدايره طبعا الاذر الكترون بيبقى فين في اذر سايت اوف ذا بودي اي حته في جسمك في الهواء لازم واحد على العضله والتاني على حته تانية في الجسم المهم العضله المعنيه ما تحط عليها الكاثود وتقفل تدي كونتراكشن اقوى ما تحط الانود وتقفل الكاثود كلوزنج اقوى من الانود كلوزنج لما تقطع العصب بقى اللي هو اللور لور الواطي واطي بيبقى فيه اتونيا واريفلكسيا وفلاسيد بارالس مش اي حاجه ففي ويستنج ففي رياكشن وديجنريشن كروناكس تبقى برولونجد وعليه الفلاد الكرنت لمدته قصيره العضله عاوزه مده طويله كروناكس ذا تايم نيدد هي نيد تايم طويل يبقى الفلادك اللي شورت ريشن ما يديش ريسبونس والجلفاني الانود كلوزنج كونتراكشن لاول مره يصبح اقوى من الكاثود كلوزنج كونتراكشن السؤال ده ليه صيغه اخرى بدل ما يجيب لك ابر موتور نيورون ليجن وهو اشهر مرض عصبي في الانسان عشان كده قلت دي اهم محاضره اكلينيكيا للناس بتوع الكلينيك اللي بيسمعوها ليجن في البوستيرو ليم اوف انترنا كبسول 4 اتش هيميبليجيا ابر موتور نيورون ليجن على الاوبوزيت سايد تشرح الاربع نقاط الجدول هنا لازم تشرح دي لو ما شرحتهاش كده كده بس تاخد صفر ده انا عاوزك تزود في البارالس على الجدول هناك وهنا ما عدا حتتين ما بيتشلوش في الهيميبليجيا اللي هم اهم حتتين الابر بارت اوف ذا فيس اللي هو فيه الاكسبريشنز وريتكم والريسبيراتوري ماسلز دول ما تشلوش لانه لهم بايلاترال بريزنتيشن في الهيميبليجيا اون ذا اوبوزيت سايد هيمي انيثيجيا اون ذا اوبوزيت سايد وبعدين هيمي انوبيا اون ذا اوبوزيت سايد عشان كده سموها كونترالاترال هومونوسيمي انوبيا بس العظمه ربنا السمع قدمه Hearing is slightly affected. ليه؟ لأنه each ear, each cochlea is bilaterally represented in both cortices. كل ودن ممثلة في القشرتين في الناحيتين. ولا تنسى الأربع حاجات اللي هتتكلم عنهم إتش هتفتكرهم إزاي؟ موتور سنسي مع بعض، حب التجمعات قوي. وفيجن وهيرنج مع بعض. لأن في أربعة راديشن ماشيين في البوستيريور ليم. البوستيريور ليم ده كارثه في الانترنا كبسول لما بيبوظ في الموتور راديشن سنسو راديشن وتحفظوا مع بعض موتور سنسو موتور سنسو وفيجوال اوديتري فيجوال اوديتري والاربعه بحرف الاتش بس مين اللي ما تاثرش
الهيرينج سلايتلي افكتد. ولا تنسى قلت لكم محاضره جدا قلت لكم فيها الاناتومي بتاع البيراميدال تراك ازاي ان في كورتيكو ثلاثة كورتيكو سباينال ولا بيقول اشاره تفهمه كورتيكو نيوكلير وكورتيكو بالبر. كورتيكو سباينال ده بتاع الانتير هورن سيلز ده اهم واحد شرحه. ثلاثة في السيربرال هيمسفير كورتكس سب كورتكس اند انترنا كبسول وثلاثة في البرين ستيم ميد برين بونز مضلة. وقلنا في المضلة بيحتل البيراميد في الابر بارت عشان كده يسموه بيراميدال. اي واحد بره يبقى اكسترا بيراميدال. امال جت منين؟ وبعدين في اللور مضلة قلنا 85% هيكروس كروس بيراميدال تراكت اللي هو موجود في اللاترال يبقى كورتيكو لاترال كورتيكو سباينال ده يغذي ال ديستال. وفي 15% كروس في النيك وفي الابر ثوركس سموه انتيرور كورتيكو سباينال ده بيغذي الاجزل انتيرو بيغذي الاجزل ماسل اجزل يعني في النص اللي في النص هنا. وبعدين كورتيكو بالبر اهي اللي بيبقى شرط افهم وكورتيكو نيوكلير نيوكلير بتاع العين نيوكلير بتاع العين 3 4 6. طب البالبر يبقى بقيه الكرينيال موتور نيوكلاي تشيل 3 4 6 دي بتاع كورتيكو نيوكلير وتشيل الثلاثه اللي ما هماش موتور ما هماش موتور والفاكتور نير مش موتور سنسي اوبتيك نير ده بتاع البصر سنسي ونمرة 8 بتاع الاذن يبقى تشيل 3 4 5 وتشيل 1 و 2 و 8 الباقيين دول بيغذيهم الكورتيكو بالبر. حتى ده الاناتومي ده سؤال اناتومي مهمه دي نعيدته تاني. والجدول التاريخي الفرق بالابر واللور. اشكركم انا ما رضيتش يعني ازعجكم واقول لكم ان هشتغل ما كنتش عارف هيشتغل ولا لا في 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 ظروفنا دي. اشكركم على وقتكم واتمنى اكون افدتكم وسعدت بلقائكم والى ان القاكم لكم مني اطيب الامنيات وبالتوفيق باذن الله والقاكم قريبا باذن الله. شكرا سلام.